بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد من استاد الأهلي. النهاردة معنا ملفات مهمة جدا وكلها حول موسم النادي الأهلي والهزيمة أمام الفيصلي الأردني في البطولة العربية والمشوار الإفريقي ومشوار كأس مصر، ده أكيد هنتطرق إليه. ولكن في بداية كلامي لازم نفكر كده مع حضراتكم بصوت عالي، وده يعني ظاهرة لا تحدث إلا في مصر. يمكن في ناس تحدثت عن هذا الموضوع ويمكن اتشرفت أن أنا أكون واحد منهم، ولكن يبدو أن البعض يتذكر فقط أن الأهلي ممكن أن يهزم ولكن لا يتذكر ما هي الأسباب. في البداية كأي نادي بيشارك فيه بطولات، نادي الأهلي عنده بطولة الدوري العام وهي البطولة الأهم والأقوى والأفضل، وهو ما شاء الله صاحب الترتيب الأكبر فيها، زيها زي كأس مصر هو صاحب الترتيب الأفضل فيها، زيها زي بطولة كأس أبطال أفريقيا هو صاحب الريكورد الأفضل فيها، وكل ما شاء الله كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي هو صاحب الريكورد. يعني تلاقي اسم النادي الأهلي على جوجل أو على أي حاجة هتلاقي جنبها ريكورد. فالنادي الأهلي دخل مسابقة الدوري العام هذا الموسم ومعاه جهاز فني مكون من كابتن حسام البدري، مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكورة، ومع المساعدين كابتن أحمد أيوب مدرب عام، وكابتن سيد معوض، وأنيس الشعلالي مدرب أحمال. أنيس الشعلالي في هذا الموسم يمكن أصعب موسم مر عليه في تاريخه، في تاريخه التدريبي في الأحمال البدنية. كابتن حسام البدري خبرة كبيرة جدا في الكرة المصرية وما شاء الله تدرج في السلسلة التدريبية من مدرب في القطاع الناشئين إلى مدرب مساعد إلى أن اشتغل في قطاع الكرة في النادي الأهلي مديرا للكرة، ثم كمدير فني في النادي الأهلي الفترة، ثم في ليبيا، ثم في السودان وإلى آخره. كابتن حسام البدري وكابتن الشعلالي أول مرة في حياتهم بيواجهوا موسم لا ينتهي. دوري المصري السنة دي والموسم السنة دي كان لا ينتهي، فأنت بتلعب البطولة وأنت مش عارف هتخلص إمتى، وأنت مش عارف تحط جدولك، ودي في كرة القدم من أهم المميزات اللي بتخلي دولة زي ألمانيا هي رقم واحد في العالم، هي أسبانيا في كرة القدم. ليه؟ عشان هم بيخططوا كويس جدا جدا جدا. فتلاقي النادي الأهلي في بطولة الدوري العام ابتدى بشكل معين، كان تدرج حتى في طريقة الأداء. كابتن حسام البدري صراحة في هذا الموسم ابتدى أداؤه حتى تدريجيا، يعني أنت مش من أول، بالرغم أن أول لقاء كان أمام نادي الإسماعيلي والنادي الأهلي فاز، بس ابتدى تحس بالتحسن الملحوظ غير النتائج تدريجيا إلى أن فاز على نادي الزمالك في الدور الأول. هنا ابتدينا نقول النادي الأهلي ماشي في الطريق الصح وماشي في التراك الصح. فجأة في بداية الدور الثاني ابتدى الفوارق الفنية تبان ما بين النادي الأهلي وكسب كل منافسيه، كسب الزمالك، كسب سموحة، كسب المصري، كسب المقصة، كسب كل الفرق اللي كانت بتنافسه، كسب الإسماعيلي، ودي أهم الفرق اللي موجودة في الدوري العام ومطالب النادي الأهلي أنه يفوز بيها. بعد ما النادي الأهلي دخل في هذه المرحلة وابتدى يركب الدوري العام بطريقة معينة، ابتدى موضوع كأس الأمم الأفريقية يخش، وهنا ابتدت الأزمة مع الموسم الذي لا ينتهي. يعني انت حتى الآن نادي الأهلي هيلعب يوم الأربع سيمي فاينال بطولة كأس مصر، بطولة الأهم، يعني دي بطولة رسمية، بطولة كأس مصر من البطولات اللي بتأهلك تلعب كونفدرالية اللي معترف بيها في الاتحاد الأفريقي إنها بتأهلك ليه، فبناء عليه هي من تاني بطولة مهمة في جمهورية مصر العربية بعد بطولة الدوري اللي هي أهم وأفضل البطولات. نادي الأهلي ما شاء الله كسب بطولة الدوري العام وبفارق مريح من النقاط، ولكن الموسم لا ينتهي. فالموسم الذي لا ينتهي ده بيسبب مشاكل فنية كبيرة جدا بالنسبة لأي جهاز فني. وأنا بقول لحضراتكم ومن غير ما يكون ما بيني وما بين أنيس الشعلالي حوار، ده أصعب موسم مر عليه في تاريخه. ليه؟ لأنه لا ينتهي. اللعيبة في كل مكان في العالم بمن فيهم مصر ما هماش مكان، فأنت حتى لما بتيجي تلعب بلاي ستيشن تيجي تجري كده بميسي ولا كريستيانو كتير، طبعا أنت كل ما دام هتلعب بريال مدريد هتلعب بكريستيانو، ببرشلونة هتلعب بميسي، لو تقعد تجري بيه كتير هتلاقي حتى كده المعدل بتاعه في الاداء البدني، يعني تلاقي المؤشر بيقل ان هو اجهد، ده حتى في البلاي ستيشن. النادي الاهلي لعب موسم طويل 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 ولا ينتهي، زائد ان الاهلي عنده دوري ابطال افريقيا
واستطاع ان هو يعدل من اوضاعه بعد بدايه كانت صعبه، ولكن كما عودنا في البطولات الافريقيه لم يشمله مره ثانيه، واستطاع ان هو يخش في دور الثمانيه كممثل وحيد للكره المصريه. هنا نروح للحته البدنيه. انت تيجي تحس ان في اخر لقاءات النادي الاهلي سواء في الدوري او في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالأخص، لأن النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا كان في الفترة الأخيرة بيلعب بالستارتنج 11 أو الستاندنج 11، الناس اللي هي القوام الأساسي الرئيسي اللي كان شغال معاه طوال الموسم. كنت تحس ببعض الإجهاد، تحس فيه إن اللعيبة مستنزفة. فهنا كان الجهاز الفني لازم يكون له وقفة. الوقفة كانت إن هو بيطالب اتحاد الكرة بإن يكون في انضباط في المواعيد. انضباط المواعيد بيديلك بدي الكابتن حسام البدري يروح قال للشعلالي: يا كابتن شعلالي لو سمحت حط لي جدول بدني لنادي الاهلي. عايز اقول لحضراتكم يمكن البعض لا يعلم هذه المعلومه، ان التطور الان في كره القدم في العالم هي في حاجه اسمها الهابيليتيشن وبريهابيليتيشن، يعني كيفيه الاستشفاء قبل والتجهيز قبل المواسم وقبل المباريات. ورقم واحد في العالم في هذا الموضوع اسبانيا ويليها المانيا. عشان كده احنا كل ما بيجي لنا اصابه كبيره جدا، واهي انا كنت لسه بتكلم وادي ظهر مروان محسن بتوديه المانيا. ادي مروان محسن امامنا في الشاشه. لما بيحصل لك اصابه من الاصابات ديت بتقوم مودي لعيبك الى المانيا لان هم عندهم تقدم في هذا الشان. مدربين الالمان لما تيجي او المدربين الاجانب لما بييجوا يشوفوا وضع التخطيط الكروي في مصر بيصابوا بالدهشه. يقول لك انبيليفبل، تسمع كلمه انبيليفبل دي كتير خاصه في حته التخطيط. لماذا؟ لانها لا تحدث الا عندنا، لا تحدث الا في مصر. التخطيط اللي في الاول وفي الاخر وادي الشعلالي الكابتن انيس الشعلالي ظهر في الصوره، وانا بختصه النهارده لان مجمل الحوار ان النادي الاهلي في الدوري المصري وفي دوري ابطال افريقيا كان مجهدا، فالكابتن حسام البدري اخذ قرار باشراك اللعيبه قليلي المشاركه عشان استفاد فائده فنيه من البطوله العربيه. النادي الاهلي منذ البدايه كان رافض المشاركه، ولكن بعد ما كان هناك لم شمل عربي في المنطقه من الناحيه السياسيه، نادي الاهلي لبى النداء ودخل وشارك في هذه البطوله على الرغم من الصعوبات. وانا اعتقد ان اول واحد رفض او ابدى غضبه كابتن انيس الشعلالي اللي ظهر امام حضراتكم في الشاشه، وقلت لحضراتكم ليه؟ لان عنده مشاكل رهيبه في موضوع الاستشفاء وفي موضوع التجهيز. فكابتن حسام البدري لما خد قرار انه يشارك ب اللعيبه قليل المشاركه كان بهذا الشان، اني ازاي اللعيبه اللي عندي، انا عندي بطولتين اهم وهفضل اقول اهم. طبعا اي بطوله للنادي الاهلي هي مهمه وقدروا انه مطالب بالفوز، والكل الامس تضرر من ان النادي الاهلي خرج من الدور نصف النهائي من البطوله العربيه. ولسه هتطرق للمباراه، ولكن انا بتكلم في الاطار العام. الاطار العام ان انا كمعد احمال او اخصائي بدني عندي مشاكل كثيرة جدا في التعامل مع هذا الموسم، لان عندي متغيرات في اوروبا والدول المتقدمة وفي كل البلاد اللي بتلعب كرة القدم بشكل احترافي. بيبقى الجدول باين او بيبقى الجدول ظاهر منذ البداية، سواء مشاركات محلية او مشاركات اقليميه على الصعيد لو احنا هنتكلم على دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، وبيتم وضع الجدول. وبالتاكيد الساده الاعزاء في اتحاد الكره ما ناموش صحي ولقوا ان منتخب مصر يلعب في دوري ابطال في كاس امم افريقيا، وكان في بعض المشاكل من قبل الانديه مع اتحاد الكره بسبب مباراه شهيره، فالدوري اتاجل اعتقد اسبوعين بسبب هذا الشان. الاسبوعين دول فرقوا كتير، فرقوا كتير في التجهيز. عشان كده النادي الاهلي لما دخل البطوله العربيه بعد القرار اللي خده الجهاز الفني زيه زي اي فرقه عالميه. ليفربول كان بيلاعب بايرن ميونخ
في كاس اسمها كاس اودي، وبايرن ميونخ بيلعب في ملعبه وسط جماهيره وهزم بثلاث اهداف. نجمنا الكبير محمد صلاح احرز هدف. الدنيا ما قامتش لان هي بطوله وديه، فاحنا برضو لازم نحط القيمه الحقيقيه للبطوله العربيه، ليها اهداف سياسيه، ليها اهداف اخرى. الاهداف الاخرى النادي الاهلي استفاد منها من الناحيه الفنيه باشراك الصفقات. النادي الاهلي عمل صفقات، منها استعاده مره اخرى احمد الشيخ لصفوف الفريق ولعب، اسلام محارب نادي الاهلي استعاده مره ثانيه من سموحه ولعب، ايضا وجود وليد ازارو المهاجم المغربي ولعب وشارك. دلوقتي انت ابتديت تحط ازارو في مقارنات وشفته في اكثر من مباراه، لو لم تكن هناك البطوله العربيه ما كانش في فرصه ان انت تشوف ازارو، الا ان النادي الاهلي في هذه الفتره يعمل ماتشات وديه مع اي نادي من الانديه المصريه، وكنا هنذاعها لك هنا في قناه النادي الاهلي، وكنت عشان تشوف وليد ازارو. هو ده كان السبب الوحيد اللي يخلي حتى الكابتن حسام البدري يشوف ازارو غير التمرين، يشوفه تحت ضغوطات. طبعا البطوله العربيه ليها صيغ انها فيها جزء من ادي الهدف اللي احرزه ازارو، هو كان محتاج هذا الهدف، ازارو كان محتاج هذا الهدف كثيرا كثيرا كثيرا. فدي فرصه من الفرص اللي النادي الاهلي استفاد من البطوله العربيه منها، ان انا ادي حمودي جزء اكبر من المشاركه، ان انا ادي اكرم توفيق جزء اكبر من المشاركه. وفي حاجه كانت برضو بتحدث في كره القدم وممكن ما كانتش تحصل الا لولا البطوله العربيه، وهو المشكله التي حدثت بعد اصابه سمير ومحمد نجيب، واضطرار كابتن حسام البدري ان هو يفكر ان انا العب اشوف احمد فتحي كمساك، وفي خلال سياق المباراه ابتدي اغير واخش بمحمد هاني هو في هذا المركز وارجع احمد فتحي في الجانب الايمن. ده الحمد لله انه حصل في بطوله تغلب عليها الطابع الودي، والماتشات الودية انت بتعملها مش عشان تكسب، النادي الاهلي بيلعب الماتشات كلها من اجل الفوز، ولكن يعني الافضل انها تحدث في البطولة العربية افضل من تحدث في سيمي فاينال كاس مصر او دور الثمانية من دوري ابطال افريقيا. وهو ده الجانب المهم بالنسبة لكابتن حسام البدري من الناحية الفنية، ودي من الايجابيات اللي النادي الاهلي استفاد بيها من مشاركة اللعيبة البدلاء في القائمة. شفنا ازارو، شفنا طريقه ادائه، شفنا الخفه، شفنا حاجات كتير قوي اظهرت ان ده مهاجم واعد يحتاج فقط الى الانسجام. وازارو ما كملش برده 15 يوم تمرين. عوده رامي ربيعه الى الدفاع، تجهيزه، عناصر كتير جدا، عوده الناس اللي كانت مريحه بقى لها فتره زي عبد الله السعيد، زي اللاعب معلول، زي احمد فتحي، وادخلهم لان النادي الاهلي عنده بطوله كاس مصر امام فريق سموحه، ودي من الحاجات المهمه جدا. والغالبيه العظمى في اداء النادي الاهلي امام الفيصلي شوط اول لم يكن على المستوى المطلوب، ولكن شوط ثاني مغاير تماما. الشوط الاول النادي الاهلي كان له 3 فرص، الشوط الثاني الاهلي كان فيه له حوالي 18 فرصه، او يعني كان رقم كبير جدا. معتز ياسين كنا تحدثنا عنه في استاد الاهلي كان من نجوم المباراه، ولكن الكوره ما كانتش عايزه تخش، يعني في سوء توفيق كان موجود بشكل كبير جدا في هذا اللقاء. وكابتن حسام البدري حتى في تصريحاته بعد اللقاء قال انا كنت غير موفق بشكل كبير جدا. نيجي بقى لموضوع الحكم، حكم الموريتاني القدير اللي كان في هذا اللقاء. اولا اذا كان الاتحاد العربي يريد النهوض بالاتحاد العربي، يجب النهوض باهم عناصر كره القدم وهو التحكيم. وعشان اسند بطوله عربيه انا عايزها تكون قائمه واظل داعم ليها بالشكل الكبير، لازم اجيب حكم على قد المستوى اللي موجود، ومستوى دور قبل نهائي لازم يكون الحكم بقدر مسؤوليه أو الكفاءة الفنية لقيادة مباراة في قبل نهائي بطولة أنا عايزها تبان أنها قوية وأدعمها لكي تكون قائمة، مش كل فترة تقام من أجل التجمع وخلاص. نادي الأهلي له ضربات جزاء واضحة وضوح الشمس لم تحتسب، فرقت كتير جدا في مضمون اللقاء وفي مجرى اللقاء، فرص ضائعة بالجملة، ودي من إيجابيات البطولات اللي زي البطولات العربية عشان تقدر تجهز نفسك للبطولات الرسمية
هكرر تاني مشاركة في كاس مصر، وهكرر في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. أيضا في اللغط اللي حدث في الفترة الأخيرة، وده كان أكيد له دور من أدوار الارتباك، وهو المشاكل والتعنت ما بين اللجنة الأولمبية والنادي الأهلي بالأخص، وموضوع وقصة اللائحة الاسترشادية والنصاب وبند الثمان سنوات وإلى آخره. ما كل ده برضو بيربك الناس اللي شغالة، الناس اللي بتمثلك كدولة مصر، الناس اللي وصلت لدور قبل نهائي في بطولة انت عايز يعني تخليها بطولة ناجحة بمشاركة الأهلي والزمالك. وما حدث لم يكن داعما سواء للأهلي أو للزمالك في مناقشة والتعنت في قضية اللائحة الاسترشادية، والناس بواصلة سيمي فاينال كاس مصر ودور 8 دولة أبطال أفريقيا، ولكن هناك تعنت جاء في توقيت أعتقد أنه هو صعب ولم يدرس من يعني من البداية من أصل الموضوع جوه اللجنة الأولمبية، لم يدرس بشكل موزون قبل إصدار هذه اللائحة ومناقشتها. وعشان تناقش لائحة وعشان تسترشد بلائحة لازم تجيب الناس الأطراف المعنية، وما عندكش أكبر من الأهلي والزمالك تتناقش معه، ما عندكش أكبر من النادي الأهلي في الوطن العربي وفي الإقليم الأفريقي عشان تتناقش معه، عشان تشوف هو إيه اللي هو محتاجه، إيه اللي عايزه، إيه اللي يناسب، إيه رؤيته. ما هو الزعامة الفنية اللي موجودة دي لم تأتي من فراغ. نادي الأهلي في 110 سنة نجاحه في مجلس إدارته على مدار السنين بكل الفترات، واتكلمنا عنها بشكل مفصل في حلقات سابقة، إن على مدار السنين النادي الأهلي بيواكب التاريخ بهذا الشأن. ده موضوع مهم جدا، وكان يجب من اللجنة الأولمبية الترشد قبل إصدار هذه اللائحة والدراسة الواعية قبل أن تفتعل هي المشكلة. المشكلة مش جاية من النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده رد فعل، ما هواش صاحب الفعل. نفس الشيء بالنسبة لنادي الزمالك لم يوافق، وجاء موضوع بقى ابتدينا نخش بيه ان الاصوات برفع الايدي، وابتدينا نخش فيه حاجات بعيدة تماما عن المعنى والمضمون. انا بعمل لائحة عشان ادعم الرياضة مش عشان افتعل مشاكل، ولكن للأسف رد الفعل جاء بان هناك مشاكل اثرت على مسيرة النادي الاهلي في بطولة هي ودية، ولكن الناس في النادي الاهلي والناس في مصر كانت تحب وتفضل ان النادي الاهلي يفوز بهذه البطوله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ليها فوائد مهمه جدا، واكمل كلامي على البطوله العربيه بعد ما استقبل ضيفين الكريمان النقاد الرياضيين، وطبعا ناس من الناس اللي احنا لازم ندعمهم لان هم دول الامل في النقد الرياضي. طبعا استاذ وليد الحديدي النقد الرياضي بالاهرام، وايضا الاستاذ احمد فاروق الناقد الرياضي. اطلع فاصل واستقبل يوفي وارجع واكمل كلام. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. صراحه افضل ما شاهدته في البطوله العربيه هذا الفيديو، يعني تحية كبيرة جدا لطاقم العمل الفني والإخراج في قناة النادي الأهلي. صراحة الفيديو دوت يبين لك يعني جمال مصر، جمال ان انت تستقطب الأشقاء العرب وغير العرب، بلدك حلوة ازاي، جميلة ازاي. في حاجات احنا ما كناش نعرفها في فيديو يعني قصير ما عداش الدقيقتين، شفت حاجات جمال الصورة ونقاء المنظر الجمالي. صراحة انا بناشد وزارة السياحة والناس اللي شغاله والقائمه على الغرف السياحيه ان هم ياخدوا هذا الفيديو ويعملوا له بوست، واحنا هنطالب برضو الاخوه عندنا في السوشيال ميديا ان هم يعملوا البوست على السوشيال ميديا، لان انت بتبين حاجات اعتقد انها تعمل رواج كبير جدا جدا جدا. ولو اي واحد بره بس عمل ريتويت على تويتر او عمل شير على فيسبوك لهذا الفيديو هتشوفوا حجم السياحه هتاتي ازاي. طبعا ضيوفي الكرام استقبلتهم، ضيفي العزيز الاستاذ وليد الحديدي الناقد الرياضي، اهلا بيك، منورنا ومشرفنا وكنت وحشتني. بكون سعيد جدا ان انا اكون موجود معاك، ووحشني كتير يا كابتن فاروق. ربنا يخليك. ايضا الناقد الرياضي الاستاذ احمد فاروق، دائم التالق دائما معانا، وان شاء الله دائما كده تستمر معايا فيه. ربنا يخليك، وسعيد بسعد دائما بالتواجد معاك، وسعيد طبعا بصديقي دكتور وليد. الاول قبل ما هتكلم في الرياضه رايكم ايه في الفيديو؟ يعني الفيديو حاجه جميله جدا الصراحه. يعني أنا
انا كنت اعلق حتى لو سالتني سؤال مختلف كان لازم ابدا بالفيديو. الحقيقه هي نقول خطوه او مبادره من قناه النادي الاهلي والفنان اللي عمل الفيديو ده او المجموعه اللي اشتركت في صناعته، لان احنا محتاجين ده عن مصر. احنا محتاجين نصدر الصوره الكويسه عن بلدنا. احنا عندنا في حاجات حلوه كتير ممكن نلمعها وممكن نبينها، وحدث زي البطوله العربيه لو فاكر لما كنا بنتكلم قبل الافتتاح خالص وكنا بنتكلم ان من اهم اهداف البطوله العربيه هو ده، هي الفكر او التجمع العربي وفكره كمان الترويج لمصر، السياحه واستقطاب السائح سواء عربي او غير عربي. النهارده في 200 مليون بيتفرجوا عليك، بيتفرجوا على البرومو، بيشوفوا جمال مصر. يمكن احنا مرينا باحداث كتير خلال الفتره القصيره او الطويله اللي فاتت، يمكن نسينا الجمال اللي موجود في البلد. الملح اترش على التورته زي ما احنا بنقول، احنا بقى بنشيل الملح ده وبنرجع بلدنا بشكلها اللي هو احنا ما بنجملش، هي دي بلدنا فعلا. فمحتاجين ان احنا نظهر الصورة دي، وفي اقتصاديات في العالم كله قايمة على الترويج ده. يعني تركيا مثلا بتعرف تعمل ده، أذربيجان راعت أتلتيكو مدريد وتقعد تعمل بوست لماليزيا. ماليزيا، دول كتير جدا في العالم بتعرف تسوق نفسها، تايلاند. يعني احنا عندنا اوريدي، يعني احنا مش صانعين، احنا ربنا يعني منحنا جمال طبيعي وطبيعه خلابه واثار على كل العصور، من اول العصر الفرعوني مرورا بكل العصور لحد النهارده. فاحنا عندنا حاجات كتير جدا ممكن نقدمها للعالم، او ممكن العالم يجي يتفرج، فليه ما نعملش حاجات زي كده. فانا بحيي اللي عمل الفيديو ده، وبتمنى انه يكون خطوه اولى، وقناة الأهلي تكمل ده على مدار الفترة اللي جاية، وبقية القنوات أو بقية كل الوجهات الإعلامية تحذو حذو قناة الأهلي. أكيد أستاذ أحمد ليك رأي. بالتأكيد إحنا لما بنتكلم مع بعض أصدقائنا الأجانب بنتعب شوية إن إحنا نشرح عندنا إيه في مصر. هو يعرف الهرم، يعرف حاجات النيل، حاجات التقليدية اللي بقالنا من أول ما تم اختراع الميديا في العالم وهي بيتم تناولها عن مصر. بنتعب إن إحنا نقول عندنا شواطئ حلوة وعندنا كافيهات حلوة وعندنا مقاهي شعبية وحاجات تاريخية. حاجه زي كده بتوفر مجهودنا، بتختصر. ادي ده فيديو، دي مصر. احنا يعني مصر فيها حاجه متفرده بيها عن العالم كله، ان دول كتير مثلا تركيا على اعتبار انها كانت مقر الخلافه الاسلاميه في اوقات طويله جدا، فالطابع الاثري فيها الى حد كبير بيعتمد على الاشياء التاريخيه التراث الاسلامي. تايلاند بتعتمد على الشواطئ بشكل كبير جدا. بعض كل دوله فيها شيء مميز ليها، لكن مصر الدوله الوحيده في العالم اللي فيها اكثر من ثلث اثار العالم من الحضارة الفرعونية ومن حضارات قبطية ومن حضارة الإسلامية ومن حضارة. مصر عندها شواطئ مبهرة، مصر عندها مناطق شعبية مبهرة، في سياح بيجوا خصيصا عشان يقعدوا في خان الخليلي، عشان يقعدوا في الحسين، عشان يقعدوا في الحسين. فاحنا فيديو زي ده بيقول ادي مصر بشواطئها بأهراماتها بنيلها بتراثها الإسلامي بتراثها القبطي. فأنا أعتقد أن هو عمل فعلا فعلا فوق الرائع، عمل ممكن يتقدم زي ما قال وليد هدية من النادي الأهلي ومن قناة النادي الأهلي المسؤولين عن السياحة في مصر. ده هديتنا لكم من مؤسسة النادي الأهلي عشان تستفيد بيه مصر كلها مش بس جهة معينة. احنا زمايلنا كمان في السوشيال ميديا على صفحاتنا سواء فيسبوك سواء انستجرام سواء على تويتر هنعمل بوست لهذا الفيديو، وانا بناشد كل أهلاوي وكل مصري بيتفرج عليا دلوقتي اول ما تلاقي الفيديو اعمل له شير، لان انت كده بتساعد بلدك، انت بتساعد بلدك، بتوري الصوره الجميله اللي الناس ما تعرفهاش. الناس احنا هنا خلاص ما بقاش في ميادين محتشده، وما بقاش في الكلام دوت، ما بقاش في اللي بيحصل في الشوارع، الكلام ده انتهى. دلوقتي بقى في جمال، بقت في طبيعه، في طبيعه خلابه، فيها دعم للسياحه، في دلوقتي استقطاب للم الشمل العربي. مصر بقت حاجه تانية وفي مكانه تانية ان شاء الله. فانا بناشد ان انت تعمل بوست وشير لهذا الفيديو، لانه هيفرق كتير معانا في المرحله اللي جايه. احنا محتاجين حركه ترجع مره تانية. نروح لكره القدم والبطوله العربيه ونادي الاهلي ووصول لدور قبل النهائي في البطوله العربيه ولقاء الفيصلي. شفت هذا اللقاء ازاي استاذ وليد، خاصه ان المباراه كان فيها العديد من الاحداث، يعني في سيناريوهات كتيره في هذا اللقاء. شفنا النادي الاهلي بيستعيد مره تانية بعض اللعيبه غير الجاهزين لتعويض اللعيبه اللي كانت جاهزه للبطوله العربيه ولكن حصل اصابات. يعني ملخص كبير جدا في هذا اللقاء اكيد ليك تعقيب عليه استاذ وليد. يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي خد كل اللي عايزه من البطوله دي الا خمسه. يعني الاهلي استفاد على مستويات كتير جدا، استفاد على المستوى الفني،
استفاد على المستوى الجماهيري، استفاد على المستوى التكتيكي، استفاد على المستوى الاجتماعي والسياسي، لكنه لم يفز بالبطولة ولم يفز بالجائزة المالية كاملة، وهو ده اللي خسره الأهلي من البطولة دي. الأهلي تعامل مبدئيا من البداية، من أول مباراة، أنا شايف يعني سياسة البطولة أو فكرة البطولة عند النادي الأهلي كانت إيه؟ كانت أولا مشاركة طبعا وتواجد، من يعني النادي الأهلي كان فكر أنه هو يعتذر، لكن مع الضغوطات اللي حصلت والطلب اللي حصل سواء من المسؤولين المصريين أو المسؤولين العرب وإصرارهم أن النادي الأهلي يشارك، قرر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو يشارك في البطولة للأسباب اللي قلناها، اللي هي الأسباب اللي هي أولها وأهمها أن تجمع عربي زي ده ما ينفعش يحصل بدون تواجد النادي الأهلي، خصوصا أنه هو موجود في مصر. تاني سبب أو تاني هدف من أهداف النادي الأهلي هو تجهيز البدلاء. كان ممكن لاعب زي أسلام محارب يدخل في التشكيل بالسرعة دي ازاي من غير بطولة عربية؟ كان ممكن لاعب زي وليد أزارو يظهر ويتأكد جماهير الأهلي وجهازه الفني ان عنده مهاجم على مستوى عالي الا بمباريات البطولة العربية؟ كان ممكن ازاي لاعب زي عمرو بركات يخرج من حالة البعد او التجميد على الدكة لأسباب كتير طبعا وتلاحم الموسم وتلاحم المباريات الا بمباريات البطولة العربية؟ كان ممكن النادي الأهلي يحط رجلين أحمد الشيخ إزاي في الملعب بمباراة قوية ومنافسة قوية وضغط عصبي زي ده بعد طبعا العودة للنادي الأهلي وأجازة الجواز والبعد عن الكورة إلا بمباراة البطولة العربية؟ كان ممكن كابتن حسام البدري والجهاز الفني للأهلي يكتشف اكتشافات فنية كنا بنتكلم فيها قبل الهوى من غير البطولة العربية؟ طبعا هنتكلم فيها بتفاصيل وصديق العزيز أحمد طبعا هيتكلم فيها معانا إلا بمباراة البطولة العربية. الحقيقة بعض اللاعبين في النادي الأهلي البطولة العربية هتقلل طبعا، مفيش حد بيحب يقعد على الدكة، مفيش حد بيحب ما بيشاركش، لكن في بعض اللاعبين القلائل ممكن يعملوا حالة من الصخب أو الضغط أو يبقى عنده مشدود قوي أنه ما بيشاركش أو ممكن البطولة العربية دي تثبت له أنه محتاج يبذل جهد مضاعف علشان يستحق انه يتواجد في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. في بعض اللعيبه واحد او اثنين او ثلاثه واتيفر لو هنختلف او هنتفق فيهم محتاج تاني يراجع نفسه ويتاكد ان تواجده على الدكه ما كانش ظلم ليه. ممكن النادي الاهلي يستفيد منه في بعض الاوقات، لكن ممكن ما يكونش مستواه الحالي يسمح له انه يبقى اساسي على 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 قائمه فيها 30 لاعب يبقى جزء من 11 الا لو بذل مجهود مضاعف. هو مجرد تواجده في النادي الاهلي هو نجم. اي لاعب في ال 30 لاعب من النادي الاهلي قرر النادي الاهلي انه يضمه لقائمته هو نجم، والنادي الاهلي ما بيضمش الا لعيبه على مستوى عالي، لكن في بعض اللعيبه محتاجه تبذل جهد مضاعف علشان تتواجد في التشكيل الاساسي، وتواجدهم في البطوله ولعبهم في البطوله اثبت لهم ان هم لازم يعملوا ده، ودي من مكاسب النادي الاهلي في البطوله. فده بشكل عام لو هنتكلم بشكل عام قبل ما ندخل في تفاصيل بعض المكاسب اللي حصل عليها النادي الاهلي من البطوله. وطبعا تبقى الخساره اللي ما ينفعش تغفلها جماهير النادي الاهلي ولا الجهاز الفني ولا اللعيبه ولا حتى مجلس الاداره، ان النادي الاهلي خسر بطوله ومطالب يعوضها في بطولات اهم. هو خسر بطوله وديه الى حد ما هنقول ان هي وديه طبعا، لانها مش رسميه، مش معترف بيها من الاتحاد الدولي او من الاتحاد الافريقي، لكن هي بطوله. خساره النادي الاهلي لبطوله هنقول ان هي بطوله وديه، لازم تضع اللاعبين امام مسؤوليات امام انفسهم وامام جماهيرهم وامام الراي العام ان هم بقى يعوضوا بالبطولات الاهم اللي هي هتبدا بكاس مصر ثم دوري ابطال افريقيا. طيب هو زي ما انتوا اول ما انا يعني ابتديت استقبلكم قلتوا لي بقى ايه الخبر، فبناكد ان نيمار خلاص بشكل رسمي انتقل من برشلونه الاسباني بمحض ارادته وبدون اي اغراءات الى فريق باريس سان جيرمان في صفقه خياليه بنتكلم في 444 مليون باوند، يعني داخلين على 600 مليون يورو، حاجه رقم خزعبلي. والصفقه ليها الصفقه ليها ابعاد كتير جدا جدا جدا، وهنتكلم فيها في السياق، ولكن ده خبر كنا لازم نخلي جمهورنا ان في عندنا ناس كتير حتى اللي ما بيشجعوش برشلونه بس بيحبوا نيمار لانه حريف قوي وعايزين يتابعوا ايه اخر اخبار الموضوع. طب اروح ليك استاذ احمد فاروق، البطوله بشكل عام كان ليها دوافع بالنسبه للنادي الاهلي من حيث المشاركه ومن حيث التجهيز،
ولكن ايضا كما قال صديقنا العزيز استاذ وليد الحديدي ان في مكاسب فنيه بان احنا نشوف ونقدر نقيم الصفقات. هل شفت دوت جوه خلال ماتشات البطوله العربيه بالشكل التدريجي منذ اللقاء الاول حتى الاخير امام الفيصلي؟ طبعا شفته جدا. وخلينا في البدايه نقول ان الاهلي لم يشارك في البطوله العربيه من اجل النزهه. يعني البعض بيقول ان عشان الاهلي خسر البطوله فخلاص بقت ملهاش قيمه. لا، الاهلي شارك في البطوله عشان يكسبها. اي بطوله حتى لو وديه الاهلي لو لعب في دوره رمضانيه هيبقى التارجت بتاعه ان هو في اخر رمضان يبقى بطل للدوره الرمضانيه. ده امر مفروغ على فكره منه. احنا هنا بطل الدوره الرمضانيه في قناه النادي الاهلي. طيب يعني بص عشان ايه اكد على كده مثال مثال بسيط جدا يعني. فالاهلي لا يعرف الا الطريق نحو التتويج. فالاهلي خسر بطوله، ده امر واقع حتى لو وديه، لكن لازم الامور تتحط في نصابها. الاهلي خسر بطوله شكلها ايه؟ الاهلي خسر بطوله ترتيبها ايه بين بطولاته في الموسم او في العام على مدار العام؟ لان البطوله الافريقيه بطوله سنويه وليست موسميه باعتبار انها بتتعارض مع الموسم، ودي مشكله كبيره جدا واتكلمنا فيها قبل كده ان الاهلي وانديه شمال افريقيا عموما عندهم ازمه كبيره جدا ان انت بتخلص الموسم المحلي بتدخل بتبقى مستمر في بطوله افريقيا اللي بتنتهي في شهر 12، فما بالك في مصر اللي الموسم المحلي فيها بينتهي في شهر 7، وده شيء ما بيحصلش في كوكب الارض كله يعني. الاهلي جنى يعني اشياء ايجابيه كثيره جدا من مشاركته في البطوله. اولا في 25 لاعب شاركوا في 4 مباريات، وده شيء يستحيل انه يحصل في اي بطوله ثانيه. انت اشركت 25 لاعب على مدار البطوله: الشناوي، باسم علي، احمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، رامي ربيع، صبري رحيل، حسين السيد، علي معلول، اكرم توفيق، السلية، حسام غالي، حسام عاشور، كريم ندفد، ميدو جابر، اسلام محارب، جونيور اجاييه، عمرو جمال، وليد ازارو، احمد حمودي، عمرو بركات، صالح جمعه، عماد متعب، عبد الله السعيد، واحمد الشيخ. كم اللاعبين سواء منهم اللي لعب على مدار الموسم 23؟ ده انت كده 23 لاعب مثلا، انت بتتكلم في قايمه يعني قايمه كامله. فبالتالي الاهلي استفاد بشكل كبير جدا من بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد شويه، قعدوا ما شاركوش فتره طويله بسبب ضغط الموسم. حتى اللاعبين اللي شاركوا الاساسيين رجعوا في وقت من الاوقات ادوا دورهم. شفنا حسام غالي كان واحد من افضل اللاعبين في الاوقات اللي شارك فيها البطوله، هو في التشكيل المثالي للبطوله بالظبط، كان نجم من نجوم الاهلي ونجم من نجوم البطوله بشكل عام. صالح جمعه اللي انهى الدوري بشكل مثالي واستعاد قدراته واثبت نفسه بشكل رائع مريكو. كانت البطوله مهمه جدا 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 ان هو يقول انا مكمل. انا ما عملتش بس مجموعه مباريات في الدوري، شفنا صالح جمعه بعد البطوله دي بدون نقاش وبدون نجال هو حاليا افضل لاعب في مصر بدون نقاش يعني. في هذا التوقيت يعني. في هذا التوقيت طبعا في هذا التوقيت المحدود، واحنا داخلين على مباراه اوغندا، فده شيء مهم جدا جدا انك تكسب لاعب دولي جديد ما كانش موجود معاك الفتره اللي فاتت، ولاعب هيكون له دور مهم جدا في الفتره اللي جايه. خاصه ان كمان اللاعب اللي بيلعب في نفس المكان او بيحمل نفس الصفات مجهد جدا، مستنفذ. عبد الله انت لحد دلوقتي بتحاول تعمل له ريكفري، بتحاول تديله جرعه من الاستشفاء بحيث انه يكون جاهز بنسبه 100%. حتى عبد الله الكابتن حسام بدري ما دفعش بيه من البدايه لانه مش جاهز. بالظبط، وده كمان خلق لك حاله تنافسيه انضمت لحالات كتير اتكلمنا عنها، سواء في الباك الشمال، سواء في قلب الدفاع، في الارتكاز. بقى عندك حتى المركز اللي هو كان فيه اللاعب السوبر ستار للاهلي في الفتره اللي فاتت عبد الله السعيد، واللي كان سوبر ستار للاهلي والمنتخب مصر والكره المصريه عموما، كان هو بنقول ان هو لاعب لا ينافسه احد. لا، دلوقتي بقى فيه لاعب قوي جدا وبقى فيه منافسه رائعه في مركز مهم وحيوي جدا للنادي الاهلي. في كمان ظهور مميز للصفقات الجديده، كما اتكلم عن اسلام محارب اللي بمجرد ما حط رجله في الملعب حسيت انه بيلعب بقاله مثلا سنتين في الاهلي ولا حاجه، اضاع فرصه مميزه جدا وبعدها بدقائق راح سجل هدف رائع. يعني واضح ان هو وكانه منسجم مع العناصر الموجوده حواليه. شفنا وليد ازارو واللي انا شفت ان هو اتظلم شويه في مشاركته، الناس اتكلمت عنه، الناس نظرت نظره رقميه بحته. وليد ازارو واحد من افضل اللاعبين اللي ادوا بشكل رائع في البطوله دي، مكملش اسبوعين بالظبط، شفنا ازاي بيتحرك وازاي مزعج جدا وازاي في اكتر من فرصه كان هو بتحركاته. شفنا في حتى مش في الكوره بس، حتى يعني استخدمنا هنا مصطلح في الاستوديو ولا هو من تحركاته ازاي وقف على الكوره وعمل الباس، يعني من الحاجات اللي بتبين كلام. كان هيجيب لك كمان ضربه جزاء صحيحه 100% لما يحتسبها الحكم المتواضع جدا فنيا واللي هتكلم عنه برضه، ضربه جزاء صحيحه جدا كان هتسبب في طرد لاعب في مباراه نصر حسين دايب بالشقاوه بتاعه المهاجمين كده لو استخدمنا المصطلح ده. فانا شايف ان هو مكسب رائع جدا جدا للنادي الاهلي. لا، النادي الاهلي خرج او فريق الاهلي خرج بمكاسب مميزه جدا من البطوله، وهو ده اللي كان محتاجه. يعني الهدف الاول للاهلي من المشاركه في البطوله دي كان ان انت تخرج بعض العناصر اللي هتستفيد بيها انطلاقا من الموسم الجاي او
يعني للاسف ان احنا بنقول يعني الموسم الحالي مش الموسم الجاي، احنا مش عارفين الموسم الحالي ولا جاي بنتكلم في شهر اغسطس، مش عارفين نتكلم هل احنا في الموسم ده ولا الموسم الجاي. تاني 335 يوم ده قبل لقاء سموحه اليوم الاربعاء الجاي، ولسه الفاينل ان شاء الله، ولسه الفاينل والسنه فيها 365، احسبوها معانا بقى انتوا، يعني كده الموسم لا ينتهي، موسم ما بينتهيش. فرغم انا شايف ان رغم ان ده شيء يقتل اي فريق في العالم مهما كانت امكانياته ومهما كان معد البدني بتاعه ومهما كان الدكاتره اللي موجوده معاه ومهما كان الطاقم التدريبي، يعني انت لو جبت مورينيو ولو جبت جراديولا يعني مش عارف ممكن يعملوا ايه، هيبتدوا بقى يشتغلوا بالبلدي بقى. الراحه السلبيه دي جزء لا يتجزا من خطه المدير الفني والمعد البدني على مدار الموسم. الراحه السلبيه دي حاجه يعني بينتهي الموسم بيتقال للاعبين انسى الكوره، ما تتفرجش حتى على كوره 3 ويكس، خرج 3 اسابيع اجبار اجبار اجبار. لو يعني بالبلدي كده اتقفشت وانت بتلعب حتى في مع اصحابك بتتعاقب اجبار. لازم تنسى الكوره تماما، لان ده انت طبيعه، ده انت انسان بشر، جسمك ده شيء، انت مش اله. فرغم كل الصعوبات دي انا شايف ان الامور الاهلي خرج بمكاسب رائعه جدا جدا، وخرج كمان بمكاسب فنيه وتكتيكيه هنتكلم عنها ان شاء الله. طيب فين نخش في سياق المباراه؟ النادي الاهلي الشوط الاول قبل استقباله هدفين، يمكن ضيع، يا ريت زملائنا في الاخراج يجيبوا بدايه فرص النادي الاهلي منذ بدايه اللقاء. كان في فرصه لاحمد حمودي يمكن لو كان خدها برجليه اليمين كانت هتفرق معاه، وكان في فرصه ثانيه قبل استقباله للهدف. التغير كبير جدا حصل في الشوط الثاني واصبح وان سايد جيم ادي بدايه اللقاء، والنادي الاهلي يعني توحش هجوميا، فك الاشتباك، وفي الاخير يعني جاءت الرياح بما لا تشتهي السوف. ان هذه الفرصه اللي انا بتكلم فيها، شفت اللقاء ازاي يا استاذ وليد؟ الاهلي، وخلينا نقول برضو ليه المباراه كانت مفيده. الاهلي عنده مواجهه مهمه جدا قدام الترجي التونسي، هتبدا في القاهره المباراه الاولى، ثم في تونس المباراه اللي هي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. الترجي مش هيلعب بطريقه مختلفه كتير عن اللي لعب بيها الفيصلي الاردني. الفرقه بتدافع بشكل مكثف جدا، بتلعب من تلت ملعبها، لكن طبعا هم كانوا بيعملوا ضغط في بعض الاوقات، ضغط عالي على النادي الاهلي، وده برضه مفيد للنادي الاهلي، زائد هجمات مرتده. نرجع للنادي الاهلي ونقول ان النادي الاهلي بدا معنويا بشكل فيه شويه ثقه زايده، وحاسين ان هم اعلى من فريق الفيصلي ويقدروا يكسبوا المباراه في اي وقت، وده اتحول بنسبه 180 درجه مع هدف الفيصلي الاول. تحول الضغط بقى ضغط، في ضغط عصبي كبير جدا على النادي الاهلي، وبقى في شويه توتر كمل بيهم النادي الاهلي الشوط الثاني، الشوط الاول لحد الشوط الثاني، وتغيير في طرق اللعب ممكن برضو نتكلم عليها في السياق كلامنا طبعا. كل الفرص اللي احنا او كل الشغل اللي احنا شايفينه ده قبل استقبال الهدف. تمام. فكان في ثقه، وحاله اللغط اللي حصلت قبل المباراه، واللي الحقيقه انا مستغرب ان في بعض وسائل الاعلام المصريه دي يعني الكره دي مش طبعا مش طبعا ممكن. سهله جدا مش طبعا ممكن. انا حتى نسيتها من كتر الفرص، انا نسيت يعني ادي في كره يعني اظهر وشابو المدافع، اعتقد ده بهاء اللي طلع الكره طبعا يعني، وادي رجايبي بيكمل يعني مسلسل الاسيست بتاعه احسن من كده، واظهره كان معلول اهو. ده حمودي الصراحه لازم يديله حق، ده حمودي وادي معلول الراجل شالها من على خط الجول، شابوه للمدافع، ولعبه حلوه جدا كانت جول. فكنا بنقول ان النادي الاهلي كان في بعض حاله لغط قبل المباراه، واللائحه اتغيرت، لا القرعه مش عارف ايه، لا الاتحاد العربي بيجامل، فالضغوط دي برضو تاثر على اي حد وتاثر على اي فريق، واللعيبه عايشه هذه الاجواء. وانا استغربت ان بعض وسائل الاعلام المصريه شاركت في يا جماعه، ما هو في الاخر ده ما حصلش، يعني هو دي كلها كانت ادعاءات. مش انت لوحدك يا استاذ وليد اللي مستغرب. وخليني يا وليد اضيف على كلامك ان هو اثرت كمان على حكم المباراه، مش بس على الاهلي. طبعا جدا على طبعا حكم المباراه، مستوى الهزيل اللي حكم امبارح انه كان خايف في بعض القرارات بسبب اللي حصل قبل المباراه. مؤكد، وده قللت من شخصيته، قللت من قراراته، من جرأته. واضح انه كان نازل متحفز، هو الحكم حاسس انه نازل وقاري كل جرايد كتير مصريه، واكيد اتفرج على، وراجل عربي اكيد اتفرج على برامج مصريه، وشاف ازاي الناس بتتكلم ان لا ده الاهلي يا جماعه الاهلي ما اتجاملش في البطوله، مؤكد الاهلي ما اتجاملش في البطوله، واللائحه ما اتغيرتش، وكل دي كادعاءات. والاهلي ممكن يعني لو رجعنا وحسبنا عدد اللقطات هنلاقيه ليه حقوق في لعبات كتير
اكتر من الاخطاء اللي كانت لصالحه. ده الهدف اللي جه في النادي الاهلي الهدف الاولاني، ويعني بالنسبه للمدرب بيحب يجي في الماتشات اللي زي دي في جوان عشان يعالج قبل الماتشات المهمه. انا لاعب سموحه وهلاعب الترجي، الكره العرضيه ديت بتعمل لي مشكله، عندي غياب سعد سمير، عندي غياب لنجيب، ولازم نقول ان حسام غالي خلاص ونجيب ما شاء الله يعني خلاص بقوا جاهزين، هيلعبوا جاهزين لمواجهه سموحه اللي يوم الاربعاء الجاي في مسابقه كاس مصر. فالحاجات دي بتبين المشاكل اللي انا اقدر اشتغل عليها. بالظبط، اللعبه دي انا اقدر اكد لك انها مستحيل تتكرر في خلال مثلا لحد ما اللعيبه ينسوا بقى. يعني كابتن حسام البدري مؤكد هيجيب خط الدفاع وخط الوسط، هيحاسب اللاعب اللي اتقطعت منه الكوره، وهيحاسب الاثنين قلب الدفاع، وهيحاسب الظهير الايمن محمد هاني اللي بيعمل التغطيه، وهيحفظهم وهيعلمهم ازاي كوره عرضيه زي دي مستحيل تعدي من الدفاع. وانا زي ما بقول لك اقدر اكدك انه في خلال مثلا 6 شهور اللعبه دي مش هتكرر في الاهلي تاني لحد ما يغلط تاني، واي حد بيغلط ويرجع يتعلم تاني. فدي من الفوائد، دي من الفوائد. كره سهله جدا، سهله جدا على اي دفاع انه يتعامل معاها، كره عرضيه زي ما بتقول بالونه من بعيد، من مش حتى من اخر الخط، لا ده عاملها من 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 بدري، يعني من قبل ما يدخل على حدود المنطقه حتى او قبل ما يدخل على خط المرمى، والكوره سهله جدا الدفاع يتعامل معاها، وسهل جدا كان محمد هاني يطلع وينط ويطلع الكوره. فالحاجات اللي زي كده لما بتحصل في مباريات بمستوى البطوله العربيه بتتلافى ان ده يحصل تاني في مباراه مهمه زي مباراه دوري ابطال افريقيا او المنافسات المحليه. فاذا دي فايده، دي فايده فنيه، النادي الاهلي استفاد. وممكن كمان دي يبقى في رؤيه عند الجهاز الفني انه يستقطب مدافع اذا كان هيبقى عنده مشكله في الكرات الهوائيه، في ممكن يكون عنده رؤيه انه يستقطب مدافع يقدر يتعامل مع الكرات الهوائيه. كل دي فوائد. الاهلي لسه احنا لسه عموما في الميركاتو، ممكن تتعاقد مع لاعب لسه باب التعاقدات ما اتقفلش. فاذا دي فايده تقدر تستفيد منها. هو يعني بنسبه 99% باكد لك الصفقه الجايه هتبقى قلب دفاع، ده مؤكد ولازم. نرجع تاني سريعا للمحات الفنيه. النادي الاهلي زي ما قلنا في هدف الفيصلي اللي شفناه عمل عليه ضغوط نفسيه، اللعيبه ما قدرتش تتعامل وتوترت في الملعب، ما قدرتش تتعامل مع المباراه بتركيز لحد ما جه الشوط الثاني اللي انا برضو بحيي فيه كابتن حسام البدري انه بقى فيه مرونه تكتيكيه كبيره في النادي الاهلي. احنا كنا برضو اتكلمنا قبل اول مباراه مع الفيصلي وقلنا ان النادي الاهلي فرقه تحتمل بتشكيلتها الحاليه تحتمل العديد من الخطط والعديد من التكتيكات. يعني لو لمحت اسلام محارب لما نزل شاور لهم ثلاثه، لو احنا هنلعب بثلاثه ورا، فالاهلي لعب بثلاثه مدافعين خلال المباراه، ولعب بطريقه 4-1-4-1 خلال المباراه، حط اثنين بس قلب دفاع، وحتى الاثنين الظاهرين كملوا، فبقى الطريقه اشبه ب2-3-4-1. فاذا كان في مرونه تكتيكيه خلال المباراه. بصراحه برضو طريقه اداء الفيصلي هي اللي شجعت النادي الاهلي، لان الفيصلي ما عملش حاجه غير ان هو كان يدافع فقط. مؤكد ان ده انت بتقابله، يعني الاهلي لما بيلعب 38 مباراه في الدوري العام، منهم 30 مباراه الفرق بتلعب على الاقل، يعني الفرق بتلعب بهذا الشكل. في دوري ابطال افريقيا لما الترجي هيجي يلعبك هيلعبك بهذا الشكل، مع طبعا الفارق في الخبرات بين الترجي والفيصلي الاردني. اذا الفايده الفنيه على المستوى التكتيكي كانت موجوده، طرق اللعب اللي لعب بها النادي الاهلي انا شايف ان بعضها خصوصا في الشوط الثاني اللي منحت الاهلي زياده هجوميه في ظل الطريقه الدفاعيه لنادي الفيصلي الاردني. انا اتمنى ان الجهاز الفني للنادي الاهلي خصوصا في المباريات الافريقيه اللي على ملعبه يلجا لبعض. قبل ما نخش لان احنا لسه هنتكلم في طرق النادي الاهلي في يعني واستعداداته للترجي، عايز اروح ليك احمد فاروق. الاهلي كبدايه اللقاء دي عندنا دي مثلا ضربه جزاء لازارو، كان في فرص، كان ممكن الشوط الاول النادي الاهلي يحرز هدف لو كان موفق. جدا، واعتقد ان الاهلي لو كان سجل هدف مبكر خصوصا من الفرص اللي شفناها سواء حمودي او وليد ازارو في بدايه المباراه، اعتقد المباراه كانت هتختلف تماما يعني، سواء من على صعيد النتيجه او على صعيد حتى الاداء، مش الاداء ان هو سيء او كويس، لكن على طريق شكل المباراه نفسها. هو للامانه عشان ندي الفيصلي حقه برضو، ان بوتش عمل تغيير ذكي جدا امبارح لانه عارف قدرات النادي الاهلي وعارف قدراته الهجوميه او في وسط الملعب، وسحب احمد سريوه ونزل خليل بن عطيل. هو واحد من اللاعبين بصراحه الرائعين جدا، رغم انه كان قاعد احتياطي، هو نزل بديل في مباراه الاهلي الاولى مع بهاء عبد الرحمن، ارتكاز الدفاع المميز جدا، ومع دومينيك. فدي طريقه انا شايف ان الاهلي الشوط الاول تحديدا الاهلي هيستفيد منه جدا، لان الثلاثي ده شبه قوي قوي ثلاثي الترجي في وسط الملعب، كوليبالي وشعلالي، وسواء يعني ندخل الصفقه الثالثه اللي جايه جديد او لعب بنفس طريقته المعتاده. مسكني
اول موسم مش معاه دلوقتي ولا معاه؟ لا لا هو وفي نقطه كمان مهمه جدا وهي ان ستايل دومينيك فخر الدين بن يوسف هو جناح. ده اللي كنت لسه هقوله، ان ستايل دومينيك القوي جدا. صحيح هو فخر الدين جناح لو دومينيك بيلعب في القلب، لكن القوة البدنية والاختراقات اللي بيشتغل بيها فخر الدين بن يوسف شبيهة قوي قوي بالمواقف اللي قابلها لاعب خط الوسط الأهلي ولاعب ومدافع الأهلي قدام لعيبة زي دومينيك، زي أحمد الجسمي في نصر حسين داي، وزي المهاجم الجزائري الثاني اللي نزل بديل في المباراه الاخيره، مش متذكر اسمه، هفتكر اسمه. الاستايلات المهاجمين الاقوياء يعني اللي هم عندهم قوه بدنيه دي الاهلي هيواجه ده. ممكن البنزرتي يبقى طريقه اداءه امام النادي الاهلي خاصه في القاهره قريبه الى شكل اداء الفيصلي. الهادي بالعويدات، انا افتكرت اسمه، الهادي بالعويدات اللي هو لعب في كان احتياطي في المباراه، في المباراتين الاولى والثانيه، وقرر ان هما اجراء بعض التغييرات يلعبوا في المباراه الثالثه قدام الاهلي، فبقى عندك اثنين مهاجمين عندهم قوه بدنيه سواء بالعويدات او الجسمي، ده اللي هيواجهه الاهلي في مواجهه لاعب بستايل فخر الدين بن يوسف. فانا اعتقد ان الاشكال اللي انت واجهتها في في في, في قدام فرق صحيح الترجي مش هيرجع زي الفيصلي، يعني الترجي مش هيقابلك من ورا قوي زي الفيصلي، الترجي فريق عنده جرأة هجومية وعنده لاعبين جناح زي خليل شمام، وعنده لاعب خط وسط مميزين جدا بيلعبوا زي خليل شعلان. واحد زي فخر منتخب تونس. طبعا طبعا، وخليل شعلان لعب قدامنا اساسي في مباراة مصر وتونس، ست لاعبين من تشكيلة الترجي التونسي كانوا اساسيين في مباراة منتخب تونس، شفنا منتخب تونس كان عنده جرأة هجومية كبيرة جدا، لكن الستايل بتاع لعيبة الوسط والامكانيات الفنية والبدنية قريبة قوي قوي، فانت هتقدر جربت بشكل واقعي انك تلعب قصاد لاعبين من الطينه دي. لعيب زي بهاء عبد الرحمن لعيب مميز جدا جدا وكان واقف صح جدا، وحتى في التغطيه الدفاعيه شفنا رغم ان هو لاعب ارتكاز مش مدافع شفنا ازاي هو اللي حمى اخطر فرصه للنادي الاهلي في الشوط الاول، كره علي معلول اللي شفناها قدامنا والقطعها قدام وليد ازارو. فانا اعتقد ان دي من الايجابيات المهمه جدا جدا للنادي الاهلي في البطوله. كمان الفلكسبيليتي والتنوع في طرق اللعب اللي لعب بيه النادي الاهلي، يعني شفنا رباعي خط الوسط كله شارك، شفنا اكرم توفيق اتجرب في مباراه وفي اكتر من مباراه والمباراه الثانيه اللي اتبدل فيها، شفنا حسام غالي لما لعب وادى بشكل رائع، حسام عاشور رجع صراحه برضه النادي الاهلي افتقد حسام غالي في هذا اللقاء، يعني بالتأكيد. لقاء الفيصلي لو في حسام غالي كان هتفرق بالتاكيد وانك تحولت في بعض المباريات او من 4-1 4-1 ل 4-2 3-1 ده كان مهم جدا جدا، لانك هتقابل ثلاث طرق مختلفه تماما، سواء تلعب مع سموحه الفائز في نهائي كاس مصر سواء كان الزمالك او المصري، بعدين هتروح لدوري ابطال افريقيا تلعب مع الترجي، كل الفرق دي بتلعب بطرق مختلفه الى حد كبير، فانت جربت اكتر من طريقه لعب سواء ليك انت او للمنافسين، دي من الامور المهمه جدا اللي استفاد بيها النادي الاهلي. احنا معنا على الهاتف كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن. مساء الخير يا كابتن. اهلا، مساء الخير يا محمد، اخبارك؟ وحشني والله يا كابتن مصر، ودايما منور الدنيا في كتير ما شفتكش. ما السعوديه خدتك منا يا كابتن. الله يخليك. دايما موفق، وصراحه واجهه تدريبيه مشرفه، واحد من ابناء النادي الاهلي، وشرفتنا في الدوري السعودي من اقوى الدوريات العربيه، صراحه ان شاء الله تكون تكمل المسيره. كابتن عادل، بوجودك في البطوله العربيه كنت شايف البطوله العربيه ازاي واداء النادي الاهلي فيها ازاي؟ اشوف اولا ان البطوله العربيه كانت فرصه جيده جدا للفرق، بالذات الفرق الكبيره، ان هي تجرب اكثر من عنصر وعناصر كثيره علشان تفيد الفرقه وفي نهايه موسم بالنسبه للنادي الاهلي، يعني ان يحط ايده على العناصر اللي ممكن تكمل معاه وتشتغل معاه بصوره جيده. نعم. انا شفت النادي الاهلي في البدايه بدايه متعثره جدا، بدايه مش حلوه، خسارتنا من الفيصلي في بطله ممكن تقول، بعدم اهتمام بالفريق ممكن تقول، بعدم دخول النادي الاهلي من الناحيه النفسيه في البطوله بالشكل اللي هو كان المفترض يخش عليه. فبرضه لعيبه كتيره كابتن عادل ما كانوش لعبوا مع بعض قبل كده. لا، شوف الحاجه الثانيه، كان اللعيبه ما لعبتش قبل كده، وكمان كان الكابتن حسام البدري في اجازه، برضه دي عامل سلبي على الفرقه بدات في المباراه ديت، فعملت اداء غير مرضي، خسرنا المباراه الاولانيه، المباراه الثانيه شدينا حيلنا، كسبنا المباراه الثانيه بشكل كويس. الوحده الاماراتي 2-0، وبعدين عملنا اداء كويس مميز، عناصر جيده قوي لعبت. ايوه، اللي هي ما كانتش بتلعب، ودي كان مكسب كبير، وده كانت من اهم مكاسب البطوله عندنا، ان احنا
جربنا اكثر من عنصر ما كانش بياخد الفرصه كامله. وبعدين كنا المباراه الثالثه مصر نص حسين ضايع، عملنا فيه اداء متميز جدا، كسبنا المباراه باصرار وعزيمه وشكل كويس من لاعبين اكفاء كانوا جوه الملعب، كان منهم حسام غالي عمل اداء متميز، عماد متعب عمل تمريره سحريه انا بعتبرها هي اللي كان فيصل في المباراه اللي هي صعدتنا، عمرو بركات كابتن كويس مهم صعدتنا. نزلنا المباراه الرابعه الفيصلي واحنا ضامنين المكسب باي افراد باي شكل باي حاجه. تم تغيير اكثر من عنصر في الملعب، انا بكلمك فنيا يعني. ايوه. تم تغيير اكثر من عنصر في الملعب وما كانش موفقين في تغيير العناصر ديت. طبعا في اصابات انا عارف، في ناس كانت مصابه. انا عارف حسام غالي ونجيب اثروا كتير جدا يا كابتن، حسام غالي بالتاكيد يعني واثر. لا واثر كمان حسام غالي في نص الملعب وحته السيرد باك الثاني اثرت كتير قوي مع الفرقه، انك انت ما عندكش سيرد باك ثاني بدا يعوض في احمد فتحي اللي انا كنت اتمنى ان احمد فتحي ما يدخلش في القلب. لعنصر الطول مهم جدا، لان عندهم لعيب زي دومينيك ده لعيب لوكاس من اللعيبه الطوال اللي بيعرف الاثنين طوال فعلا لا واللي بيعرفوا يعملوا يعني، اللي متابعهم بيعرف ان فرقه الفيصلي لعب كله على تحصيره ولعب قوه 18 عاليه علشان يشتغل. حتى كون الاولاني جه كده اتحضرت في نص الملعب طلعت على الطرف اتعمل كروس بالظبط احمد فتحي والسنتر الثاني رامي ربيعه ومحمد هاني كمان وكان محمد هاني الشخصيه بتاعته ما كانتش بكره جيده الراجل جاب جون، فبدانا احنا نستعجل ويحصل فيه حته هرجليه تكتيكيه جوه الملعب من اللاعبين وحتى التغييرات. يمكن انا عايز اقول لك الحاجات اللي اثرت فيا اللي انا يعني من الحاجات من الاسباب يعني، واحد زي مثلا عمرو بركات كان جوه الفرقه وعمل اداء مميز في البطوله، جاب هدف، جاب الهدف الثاني وهدف كان سبب صعود النادي الاهلي الى الدور الثاني. بصيت لقيت حتى في تحليلنا للمباراه في بدايه المباراه لقيته خارج التشكيل خالص، دي كانت علامه استفهام كبيره بغض النظر. الحاجه الثانيه احمد الشيخ لعيب كبير، لعيب متميز جاي النادي الاهلي بعد اعاره ونجاح قوي جدا في المقصه، ولكن ظروف خاصه ابعدته ان هو خد راحه والحاجات دي. رجوعه ويلعب من الشوط الثاني بدايه من حمودي اللي انا بعتبره حمودي كان من الناس اللي عملوا اداء كويس قوي في البطوله بالذات حتى في المباراه بتاعت الفيصلي الثانيه. يمكن في الاحصائيات يمكن انا عشان كنت مهتم بالمباراه لان بحللها الوحيد اللي شات على مرتين ثلاثه حمودي، الوحيد اللي كان بيتحرك حمودي، بس لقيته خرج وده ممكن تقدر تقول انا ممكن يكون اجهاد برضه يا كابتن. يعني برضه انا عايز اسالك، حضرتك كابتن كبير وحضرتك كنت يعني خلينا نكمل. انا عايز اقول لك يا محمد، عايز اقول لك اجهاد مش اجهاد، دائما المدرب هو اللي شايف لعيبته افضل من الناس اللي بره هو اللي عايش معاه، لكن احنا بنحلل من وجهات نظر الموقف. انت بتتكلم في اجهاد حمودي، حمودي ما شاركش بشكل طويل طول الموسم وما يبقى ما عندوش اجهاد، مش حاجه اسمها اجهاد. هو راجع من اصابه برضه يا كابتن، هو كان مصاب قبل البطوله العربيه بيتم تجهيزه. راجع من اصابه، انا بقول لحضرتك ان هو محمد خلينا نتكلم بعقلانيه، انت بتقول لي رايك وانا بديك رايي الفني، انا مش بتكلم في اي اراء ثانيه، انا بقول انت بتتكلم في اجهاد، لا مفيش حاجه اسمها اجهاد، حمودي ما كانش مجهد. انا بكلمك بمنتهى الامانه، لان المجهد اللي هو بيلعب حسام غالي ممكن يبقى مجهد بيشترك بصوره اساسيه، واحد زي حسام عاشور ممكن يبقى مجهد بيشترك بصوره اساسيه، عبد الله السعيد مجهد لانه بيشترك بصوره اساسيه، لكن انا بكلمك ما نقفش عند الحته دي، ولكن التغييرة نفسها بأحمد الشيخ. طب أنا عاوز أقول لك حاجة، طب ما أحمد الشيخ كان عنده إجهاد وريح كبير، يبقى عنده أنفت بقى اللي هو قعد راحة كبيرة قوي وكي لعب. فأنا علشان كده بقول لك إن الموضوع كان فيه إحنا هنكسب الفيصلي في أي وقت. فمدرب الفيصلي نبوشة أنا عرفت كويس قوي، كان شغال في ملعب كان ماسك هاجر السعودي. أنا من المدربين اللي هو نمط جدا بيلعب اللعب النمط. حتى أنا اتكلمت، انت عارف انه غير الماتش الثاني والثالث بعد مباراه الاهلي عناصر كتيره قوي ورجع للعناصر اللي كسب فيها النادي الاهلي، غير لعيب واحد اللي هو خليل بن عطيه بس غيره، ولا مكان لعيب السراوي دوت هو اللي شاله وحط. فالمدرب نمط عارف انه النادي الاهلي بيكسب بالشكل ده، وانا يمكن اتكلمت في التحليل
انه هيجرجر النادي الاهلي الى جون يجيبه هو ويفضل يضيع وقت ويفضل يدافع ويعمل دفاع منطقه. فانا عايز اقول لك ان احنا اللي ضيعنا. وانا كنت لسه هسالك بقى كابتن عادل، يعني رايك في الفرص الكتير اللي ضاعت الكره، يعني ما كانتش عايزه تخش، يعني في كره جت في ظهر في ايد معتز ياسين وجت في العارضه وجت في دماغه وطلعت بره، وفي كور اتشالت من على خط المرمى، وفي كور تانية جت في العارضه، وفي ضربات جزاء لم تحتسب. بص يا محمد، انا بتكلم على النادي الاهلي، انا بتكلم على اي نادي اخر. النادي الاهلي لو لعب اي فرقه في الدنيا لازم تبقى عنده فرص كتير. ترجمه الفرص هنا مهمه جدا، انت فاهم؟ يعني انت ما تلومش ونقول ان احنا اضعنا كتير، طب ما انت ما هم كمان اضاعوا فرصه كان ممكن تبقى النتيجه تتضاعف ثلاثه يعني. الكره اللي جت في العرض برضه، لكن انت بتتكلم في ايه؟ في ان حتى انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي كانوا في اخر ربع ساعه الاستعجال والضغط العصبي اللي كان عليهم هو اللي كان هو اللعيب يجيب جول ازاي؟ من ايه؟ ما هو الضغط العصبي اللي بيبقى عليه، ما عشان كده انت بتجيب لعيبه متمرسين. يعني عماد النسعد مثلا في الماتش اللي هو بتاع نصر حسين طاهر، احنا متعاجبين وفاضل دقيقة وهنخرج بره البطولة، وتجيله كورة ممكن يجيبها جول 50% لكن عملها بكعبه عشان يهيئها، طب ما دي خبرات ودي فأنصاب فرصة عماد متعب عملها فرصة. فأنت فإحنا نتكلم إحنا أخطأنا، بص بداية العلاج إن إحنا نعرف أخطاء خطأنا فين. إحنا أخطأنا في إمبارح حتة استهنا كان لاعبين أو جهاز أو أي حد، حتة استهنا فرقة البيطري استهنا بيه استهام قوي جدا. الحاجه الثانيه افرطنا في ان احنا ننتقم للمباراه الاولانيه وتجاهلنا ان احنا بنلعب مباراه بنلعب مباراه ممكن تبقى طويله المدى، ممكن نكسب، احنا بنلعب قبل النهائي. ولكن في الاخر بقول لك حتى كمان اضعنا فرص كتير، لو كانت دخلت كان ممكن الكلام يتغير عنك. طيب كابتن عادل، حضرتك ليك مشاركات اسيويه، حضرتك ليك صولات وجولات في السعوديه، لازم اسالك الموسم لا ينتهي في مصر، اللي بيحصل ايه في السعوديه نفسها؟ يعني الموسم لا ينتهي، احنا دخلنا 335 يوم. لا شوف، احنا ليه بنتكلم على ان الدوري السعودي بقى اقوى دوري عربي؟ من الناحيه التنظيميه. هقول لك حاجه ثانيه، الكاس العالم السنه الجايه الموسم مجهود، احنا كنا بنلعب بطولتين اسمهم بطوله الملك وبطوله ولي العهد. البطولتين دول كان كل الفرق بيشتركوا فيها. اتخذ قرار انه عاوزين يقللوا كم المباريات، كل الفرق هتخش من الدور الثمانيه، هيلعبوا الفرق اللي هي بتاعت الدوري الممتاز الدوري عبد اللطيف جميل بس هيلعبوا. بيحضروا وهم واخدين اجازه من يوم 4/5 الدوري منتهي 4/5، لعيبه افريقيا لعيبه اسيا اللي كانت بتلعب البطولات ناديين هم اللي كملوا شويه وبعدين خدوا اجازه، يعني لازم يبقى في ستوب. انت عندك مشكله كبيره. انا فعلا هي مشكله كبيره جدا، وانا هتكلم فيها مع حضرتك في حلقات اخرى. طبعا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن، اشكرك شكرا جزيلا واستفاضه رائعه لاحداث البطوله العربيه. في طبعا يعني وقتنا ما اسعفناش في هذه الفقره، ولكن قبل الختام سريعا توقعاتك ايه للاهلي في الفتره اللي جايه خاصه في لقاء سموحه؟ يعني الجهاز الفني للنادي الاهلي لازم يكون خلاص استقر على الشكل اللي هيلعب بيه الفتره اللي جايه. يعني هنعتبر ان دي نهايه موسم، النادي الاهلي مضطر يعتبر ان دي نهايه موسم وبدايه موسم جديد هيبدا بكاس مصر ثم تكمله دوري ابطال افريقيا. لازم يكون خلاص الجهاز الفني استقر على الشكل الاساسي والقوام اللي هيلعب بيه. واعتقد زي ما قلنا ملخص بقى لكلامنا، النادي الاهلي استفاد كتير جدا من البطوله العربيه، ولازم يبني على البطوله العربيه، ما تكونش نقطه هدم او نقطه انتقادات. طيب استاذ احمد فاروق سريعا، شايف الفتره اللي جايه خاصه النادي الاهلي عنده سموحه وعنده الترجي؟ أنا شايف الفترة الجاية زي ما قلنا البطولة كانت خير استعداد للمشاركات الرسمية الأهم. مباراة سموحة أعتقد أن الأهلي يعني هيدخلها بتركيز كبير جدا. بطولة كأس مصر من البطولات الغايبة عن النادي الأهلي، واللي يعني أعتقد أن هو لن يسمح بالتفريط فيها، يعني ده توقع شخصي فني بعيدا عن أي شيء أن الأهلي هيتوج ببطولة كأس مصر. ومباراة الترجي لها حسابات خاصة، خصوصا زي ما اتكلمنا أن هي يعني في بعض المواقف الشبيهة اللي قابلها في البطولة العربية هيستفيد منها جدا في مباراة الترجي، فأنا متفائل جدا الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله. طبعا في النهاية بشكر ضيفي الكبيران الأستاذ وليد حديد الناقد الرياضي، شرفتني وأشكرك شكرا جزيلا. شكرا، شرف لي يا كابتن. ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد فاروق، اهلا بيك دايما وان شاء الله نشوفك دايما معنا ان شاء الله. ودايما بسعد بيك كابتن محمد، وبسعد طبعا بالدكتور وليد.
احنا لسه مكملين مع حضراتكم في استاد الاهلي، ولكن اطلع فاصل ثم استقبل ضيفي الكبير الاستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح، وحوار كبير جدا عن اللائحه الاسترشاديه، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد. اهلا بكم جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقراتنا في استاد الاهلي. ولكن قبل ما اخش في الموضوع المهم الملف المهم مع ضيفي الكبير استاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح، حابب اقول لاي حد بيفكر يروح المالديفز، اي حد بيفكر يروح تايلاند، يشوف الفيديو دوت هيراجع نفسه كتير جدا. مصر بلدنا فيها اماكن كتير جدا جدا جميله. في البدايه طبعا برحب بحضرتك وبتشرف بوجود حضرتك معايا مره ثانيه. استاذ طلال محمد شرف لي انا. فهمت. والمواضيع اصبحت ساخنه واصبحت شائكه، واصبح في بعض الردود اللي الواحد مش متفاهمها. النادي الاهلي في اخر اسبوع راجع لوائحته الخاصه من الناحيه القانونيه، واتخذ راي سياده المستشار رجاء عطيه، ثم نصح وارشد سياده المستشار رجاء عطيه مجلس اداره النادي الاهلي بازاله بند الثمان سنوات حتى يكون قانوني. اذا النادي الاهلي بيسترشد بشكل صحيح، بيسال اهل الخبره واهل المعرفه قبل ان يصدر لائحته الخاصه. اعتقد ان هو يسبق اللجنه الاولمبيه في هذا الشان، انه اصدروا لائحه استرشاديه دون ان ينظروا لاهل الخبره والمعرفه. بالظبط. يعني راي حضرتك في هذا الموضوع، وخاصه اللي احداث اللي تلاحمت بعد هذا. اول مساء الخير، انا سعيد جدا اكون مع حضرتك تاني مره في خلال الاسبوع داون. القصه بسيطه جدا، بس انا عايز اسال، احنا طرفين ليه؟ مش عارف يعني، احنا كلنا طرفين ليه ما نكونش طرف واحد؟ نعم. يعني احنا ده احنا في رياضه، وزير الرياضه ولجنه اولمبيه رياضه، ليه عاملين طرفين؟ والهدف الاساسي ان انا ادعم الرياضه. بالظبط. وارتقي بالرياضه. يبقى طرفين ليه؟ يعني فين الخصومه اللي هنا؟ انا مش عارف. اتخلقت ليه برضه؟ انا مش عارف. لكن نخش في المفيد. يعني انا ملاحظ ان الاحداث بتتلاحق بسرعه شديده جدا وبلا داعي. وبلا داعي. انا هنا مش عشان ابرر موقف النادي الاهلي نهائي. هو حتى الان موقف النادي الاهلي استاذ طلال هو رد فعل. هو رد فعل، وانا هقول احنا يعني الاهلي وصل له ليه؟ واخد بال حضرتك؟ لكن انا عايز اوضح للناس ان احنا بنتكلم عموميات. نعم. العمومي اللي موجود هنا دلوقتي كالاتي يا استاذ محمد، بسيطه جدا وبالراحه. القانون القديم وزي ما قلنا المره اللي فاتت كان فيه مشكله ان في تدخل حكومي. نعم. احنا هنتكلم بقى ببساطه عشان الناس تعيش معنا الحدث. الحركه الاولمبيه قالت لا 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 لا، ما ينفعش التدخل الحكومي ده. ماشي. الغي القانون ده، الغي التدخل الحكومي، اعمل قانونك اللي انت تحكم نفسك بنفسك. عظيم سلام. فلسفه القانون الجديد انك تحكم نفسك بنفسك. طب انت مين؟ انا الجمعيه العموميه. فبرمجنا الحق كله اللي كان في الجهه الاداريه اديناه للجمعيه العموميه. دي فلسفه القانون. نعم. لحد كده احنا ناجحين. جدا. وصلنا في القانون ل 80% امتيازات، عظيم سلام ومتشكرين قوي. الوزير كان بياخد ودي معانا، وفي الاخر الراجل ساب الدنيا قال اتكوا على الله. خدنا اللي احنا عايزينه. ماشي. منهم الحافز الرياضي، ثانويه عامه، حافز رياضي في الجامعه، التخفيض بتاع الميه، الاعفاء، الممارسه، الرياضه في المدارس، الرياضه في الشركات، كل ده خدنا فيه مزايا. تعالى بقى نطبق الميزه دي في لائحه تنظم العمل ده كله. زي ما قلت لك المره اللي فاتت اتحشرت الماده بتاعه اللائحه الاسترشاديه. مش هنقف عندها كتير، انا يعني ريقي نشف فيها. خلاص بقت لائحه استرشاديه واللجنه الاولمبيه. اختصاص اللجنه الاولمبيه مش بابا، انا مش عايز بابا، انا بخلص من بابا عشان ما يجيليش بابا تاني. اللي حصل هنا بقينا بابا تاني. بس بابا مننا للاسف حتى مش حنين علينا. ده اللي احنا فيه دلوقتي. يا بتوع اللجنه الاولمبيه، انت جيت حملت اللائحه، انت مسالنا ايه اللي بوجعك؟ هقول لك ايه اللي بوجعني. ما سالتش خالص وطلعت منك لنفسك. انا واحد من الناس وانا بقول على الهوا. عرض عليا، انا كنت في مركز التحكيم قبل ما اتشال، تعرض عليا اللائحه عشان اخدها اقراها. اللائحه الاسترشاديه. الاسترشاديه. نعم. نسخه منها، وانا بقول عليها اهو، لو حد عنده استعداد يكذبني يطلع قول. خدتها وروحت البيت. بعد ساعه الزمن جالي المستشار القانوني بتاع اللجنه الاولمبيه، قال لي لازم تجيبها تاني. الدنيا مقلوبه انك خدت نسخه. كانت لسه البدايه في مشروع عمل اللائحه الاسترشاديه. طب ليه يا ساده اعضاء اللجنه الاولمبيه؟ ايه المشكله يعني؟ انا مش عارف. ده كانت نموذج، لسه اول نموذج لسه بالرصاص. اتفضل. قلت له الله، والله ما قريتها غير اربع ورقات ومش ما صورتهاش ومش عايزها، ورجعتها. انا بدي مثال ان كان المفترض انك تخاطب الانديه. ما خاطبتش. وخدت نفسك وجريت في طريق لوحدك. مين اللي معاك؟ مين اللي وراك؟ مين اللي حركك؟ انا مش موضوعي.
انا موضوعي دلوقتي المصلحه العامه بالظبط كده. ان القانون قال للجنه الاولمبيه تعمل لائحه، مين عملها لك انا ماليش دعوه، لكن القانون بيقول ان انت اللي مسؤول. تعال بقى نتكلم فيها بقى، احنا خدنا خطوط العريضه، تعال نخش جوه اللائحه. انت عملت ايه في اللائحه؟ كلها مشاكل. الناس بتقول لك القصه قصه 8 سنين، لا 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 خالص. طب ايه موضوع 8 سنين الاول بقى؟ موضوع 8 سنين احنا بنلعب فيه لفظ، انا برضو عايز الناس تستوعبه. يعني دورتين متتاليتين، كان القديم بقى نعم. دورتين متتاليتين بالانتخاب او بالتعيين، شيل كلمه التعيين دلوقتي، يبقى بقى دورتين متتاليتين بالانتخاب. تقعد بره، احد الجهابيز قال الدوره، قعد الجهابيز قال 4 سنوات ميلاديه. طب نقف بقى عند الحته بتاع ال4 سنوات ميلاديه. كابتن محمد انت راكب وانا اللي جاي وراك، مش عايز ناجي. فهتيجي قبل مدتك، انا بره ال4 سنين، قبل انا ما اكمل ال4 سنين بيومين هتقوم عامل جمعيه وماية، يبقى انا مش جاي. يبقى هكمل انا كمان 4 سنين كمان بره، وده اتعملت في عمرو عبد الحق في نادي النصر. طيب بنحل المشكله بسيطه جدا. ما احنا اللي نقول كجمعيه وماية احنا عايزين ايه؟ انت تقعد دورتين ولا تقعد دوره ولا تقعد ثلاثه؟ ما حطهاش في لائحه ولا حطها في قانون، وسيب الناس تختار وخلي الناس تقول الكلام ده في اللائحه. ادي كل المشكله. النادي الاهلي انطلقت عليه كل الاقاويل ان هو عامل اللائحه عشان يحط ال8 سنين عشان يقصي محمود الخطيب. انا بتكلم هو على المفتوح، وانا ببتسم لان الكلام ده مش صحيح، ولا له اساس من الصحه تماما نهائي. طب نوصل بالراحه يا جماعه، هل القانون بيطبق باثر رجعي؟ امبارح كان في مداخله مع السيد الوزير وانا سمعتها. القانون لا يطبق باثر رجعي الا اذا نص صراحه بلفظ صريح ان يطبق باثر رجعي، وياخذ تصويت من مجلس النواب بالتلتين. واضحه؟ وصريح. طيب القانون بتاعنا ما قالش الكلام ده، قال لك يطبق باثر فعلي من تاريخ نشره. يبقى ما فيهوش اثر رجعي. يوم ما يطلعش بقى السيد الوزير يقول لي ان اللائحه لو ذكر فيها ال8 سنوات وباثر رجعي واعتماد الجمعيه العموميه تمشي، ازاي الكلام ده بقى؟ انا عايز اقف وقفه هنا. ادوات التشريع الثلاثه، لائحه، قانون، دستور. دستور اقوى بيعمله الشعب، القانون مجلس النواب، اللائحه ده قرار وزاري. عمر اللائحه ما تبقى اقوى من القانون، لا يمكن. طب القانون قال لك باثر فعلي، ما قالش اثر رجعي. هي اللائحه دي اتخذت من ايه يا استاذ صلاح؟ ما هو اتخذت من القانون. طب ازاي القانون لا نص؟ هي مفسره نعم. ومكمله لاحكام القانون. نعم واخد بالك يعني، شوف بقول لحضرتك، مفسره ومكمله لاحكام القانون. القانون واضح وصريح وقال انا هطبق باثر فعلي مش راجعي، يبقى انت اللائحه عمرها ما تعمل العكس. ما يطلعش السيد المسؤول يقول لي لو اتحطت في اللائحه وتعت البند باثر رجعي واعتمد من الجمعيه العموميه يبقى ساري. لا 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 لا، انا اسف جدا، الكلام ده غير قانوني بالمره. يبقى عايزين نطمن الناس ان حتى لو حطت ال8 سنوات لن تطبق الا باثر فعلي، يبقى ما فيهاش اثر رجعي. يبقى القلق ده كله ملوش حل، غير موجود، ملوش وجود، غير موجود اصلا بالمره. لازمته ايه بقى؟ اذا احنا بنامن، انا كان بودي ان انا اسمع يطلعوا المسؤولين يقول لك القانون باثر لا يطبق باثر رجعي. متشكرين، هدت المسائل، حط بقى ال8 سنين، حط 15 سنه، احنا هنعد من النهارده. ما فيهاش مشكله. استاذ طلال، برضو تصريحات الساده المسؤولين، يعني الكابتن حسن مصطفى في المقال الذي نشر وفي حوار الذي نشر في جريده الاهرام والجريده القوميه الرسميه للدوله، تمام، اعترف ان اللائحه فيها اخطاء ولكن يجب ان تعدي هذه المرحله، يجب ان نعدي هذه المرحله. تمام. حتى في 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 يعني حطيت انا كده هايلايت. طب هل يصح كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد لو عنده لائحة أو عنده مشكلة بهذا الشأن بنفس المواصفات في الاتحاد الدولي وبها أخطاء، تمام، هل يجب أن تعدي المرحلة؟ لا طبعا. بص يا أستاذ محمد، وإحنا في البرلمان كان مناقشة وأنا بشكر فيها السيد الوزير إنه كان عنده ساعة صدر معايا، وعندنا ساعة ناخد وندي قدام بعض، كرة بينجو بونج راح جاي، وكان عنده ساعة صدر حقيقي. وصلنا لنقاط كتيرة جدا، إحنا في مرحلة انتقالية. وعلى فكرة برضو يا أستاذ طلال، أنا عايز أكد إن قناة النادي الأهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، تمام، ليس يوجد اي مشاكل شخصيه ما بين سياده الوزير بشخصه بالزبط، او كابتن حسن مصطفى بشخصه، ولكن نحن نتحدث عن الشغل بالزبط. نحن نتحدث عن لائحه، نحن نتحدث عن بنود، نحن نتحدث ان النادي الاهلي له وجهه نظر وله رؤيه ويجب ان تحترم، تمام. هو ده الموضوع.
حضرتك بتتكلم اسم النادي الاهلي، انا بتكلم عموميات وبتكلم الخطوط العريضه اللي موجوده في اللائحه تخص النادي الاهلي وتخص جميع الهيئات، ده انا بتكلم من خلاله. الوزير ما فيهوش بينه وبين النادي الاهلي حاجه، ولا النادي الاهلي بينه ولا الوزير، ولا في اي هيئه من الهيئات في ضغينه، لكن في استراتيجيه احنا بنعيشها هنمشي عليها 4 سنين اه ولا لا. ده الكلام اللي احنا بنتفق عليه. اللائحه دي بتنظم العلاقات. طب ايه اللي انت كتبته وقف اللائحه؟ احنا خلصنا من الحلقه اللي فاتت من موضوع النصاب، وقلنا النصاب تعجيزي، وقلنا النصاب مش قانوني. وجي النهارده جواب للنادي الاهلي من اللجنه الاولمبيه المصريه بتقول ان النصاب يجب ان يكون يوما واحدا فقط من الساعه 9 صباحا وحتى 7 مساء. من لا يملك اعطى لمن لا يستحق. انا بسال الاستاذ هشام حطب، انت جبت الصلاحيات دي منين؟ على الهوا اهو حد يطلع لي من اللجنه الاولمبيه يقول لي هو جاب الصلاحيه منين؟ القانون اهو، وهو المنهاج اللي بينه وما بينك دلوقتي، وهو العقد اللي ما بينه وما بينك، ادى اللجنه الاولمبيه صلاحيتين. حدد النصاب واعمل لائحه استرشاديه. ما فيش تاني. لما تعمل لائحه استرشاديه وانا اشربها بقى تعظيم سلامه انا تابعك. طب وايه مشكله اعضاء زايد ان هم يجوا بالتصويت؟ يعني ايه المشكله ان انا لا ما ينفعش اعضاء زايد؟ ليه؟ جميل، مين بقى اللي عايزين نفهم؟ طيب انت بس بترقصني. لا ما اقدرش استاذ طلال، بس في حاجات انا برضو بحاول افهم. تمام حضرتك. واحاول اكون صوره. طيب. ونفس طريقه المشاهد المتفرج اللي بيتفرج وبيتابع بقى له فتره عايز يفهم. يعني انا عايز المشاهد بقى يستوعب معانا كده بالراحه بالراحه ان هي مش عركه، والله العظيم هي عركه. الموضوع اسهل من ببساطه جدا. واحنا بنتكلم بالمنطق، ايه الفرح وايه الاصل؟ احنا في نادي الزهور قاعدين في الاصل. الاصل 27 فدان، المساحه ضيقه، في توالد ذاتي، انا ابني بيكبر وابنك بيكبر، في عضلات جديده بتخش، بقت في زحمه. قلنا نعمل فرع. اشترينا الارض في التجمع وعملنا الفرع. طيب اعضاء النادي بتوع الفرع هم اللي دفعوا الفلوس، احنا جبنا الارض لكن هم شاركوا بالفلوس. نعم. لحد كده تمام؟ تمام. اتبنى الفرع بحاجه زي الفل على 45 فدان. تمام. عشان الناس بتقول ان احنا اهملنا حق اعضاء الفرع، انا بقول اهو واحنا في مجلس الاداره، المهندس حسن صقر عمل لائحه في 2008 وعدلها في 2011، التعديل قال ان عضو الفرع يمثل بمقعد داخل مجلس الاداره. وطلع هذا التعديل وكان الخلاف ما بيني انا شخصيا وبين المهندس حسن صقر، الاليه ازاي؟ هجيبه ازاي؟ مين اللي هينتخبه؟ حامل جماعه لوحده؟ ولا انا اللي هنتخبه له؟ ولا بتوع الفرع هيجيبوه؟ ومش حسن صقر. ومشيت مع اللائحه وجه الاخ العامل فاروق لغى لائحه حسن صقر بتعديلها وعمل لائحه جديده ولغى هذا الشرط. وجه الاخ طاهر دعم كلام الاخ العامل فاروق ولغى هذا الشرط. الناس راحت رفعت قضيه. الناس طالبه ايه؟ ما بتقولكش انا دفعت 20,000 زي ما السيد الوزير بيقول امبارح ودخلني في ابو 100,000. لا 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 خالص. انا قاعد في الشيخ زايد انا مش جاي لك الجزيره عام ولا ليك دعوه بيا. انا كل اللي عايزه يوم الانتخابات اجد صوتي. هو انا مش دافع فلوس؟ هو مش ضمن الكيان، مش ضمن المنظومه. الله ينور عليك. ما هو ده الحاجه اللي الواحد مستغربها يا فندم. بالراحه اهي بالراحه يعني خالص. هو ايه سبب ان عدم تصويت واحد عضو عامل داخل النادي الاهلي؟ طيب وله كل الحقوق. القاضي بقى مستشار الجليل اللي ادى الحكم استند على ايه؟ على الماده 87 من الدستور، ان لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح. ده دستور يا بهوات اللي بيطلع منه القوانين اللي بتطلع منه اللائحه. الله ينور عليك. اهي ادي الماده 87 عشان نبقى بنتكلم بالمنطق بالورق. مشاركه المواطن في الحياه العامه واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي. ده الدستور. فالناس راحوا للقاضي قالوا له يا سياده القاضي انا دافع فلوس في الحته دي، عايز اعرف فلوسي فين وله حق مش حقي. قالوا القاضي قال لهم اه. قالوا طب ده حق الدستور الدهولي. فالحكم منطوق الحكم، لم يستند يا سياده الوزير على القانون القديم ولم يستند يا سياده الوزير على اللائحه السابقه، استند على الدستور، دستور الدوله، واداهم الحق الدستوري. قال لهم ايه؟ مارس حقك في الانتخاب والترشيح بس ما تخشش الاصل، ما سمحش يخش الاصل. النهارده سياده الوزير يطلع امبارح يقول ايه؟ ده دافع 50,000 هيخش جنب ابو 200,000، ده اهدار مال عام، دي جريمه، المجلس اللي هيعمل كده هيتحول لمال عام. طب انا بسالك يا سياده الوزير على الهوا، حكم الظهور تم تنفيذه في شهر 3/2017، ما احلتهمش لمال عام ليه؟ ده انت اللي نفذت حكم المحكمه.
انت والمدرعه بتاعتك نفذتهم، ما عملتهاش عباره عامه ليه؟ يعني حدثت نفس السابقه من قبل. هو على الهوا، شوف انا بتكلم محمد على الهوا، واللي عنده اي حاجه يخش يقول انت كذاب. في شهر 3/2017 وتم تنفيذ الحكم. ما كانتش قضيه امال عامه ليه؟ امتى تكون قضيه امال عامه؟ لو انا سمحت له انه ياخد نفس المزايا اللي واخدها عضو الاصل اللي دافع 200,000. لكن انا بقول له دافع 50,000 في الحته بتاعتك خليك عندك، بس يوم الانتخابات تعالى شارك. احضر يا جماعه الميه بتاعتك تشوف ميزانيتك فين وفلوسك فين. ده حقه. حقه لان هو دفع الرسوم المستوفاه واصبح داخل المنظومه. لا له كارنيه. تمام. هو الكارنيه بيبقى عليه ايه؟ نادي كذا. اديك قلت. مش بيبقى عليه لوجو النادي الاهلي. بالظبط. وقت لحد 2011 انا ممكن اقول لك انا كان عندك اللائحه بتاعتك بتقول لي من حق ان انا اجي واحضر وامثل. بتاع حسن صقر. انت بتلغي الكيان الذي يبون عليه التعاقد؟ لا يحضر التعاقد. انت بتلغيه بعد انا ما تعاقدت وبعد ما دفعت واصبحت بستخدم الفرع وبروح وباجي وبقول ان انا وبفتخر برضه يا استاذ طلال. اي واحد بيخش النادي الاهلي بيبقى مفتخر ان هو بعضو النادي الاهلي. لو حط البلش على العربيه بقول لحضرتك حاجه وحتى حتى زملكاويه بالظبط اعضاء جماعه عموميه في النادي الاهلي في زملكاويه في ناس بتحب كده. ما انا بقول لحضرتك بيحاول يستخدم الحاجات اللي الخدمات اللي بيقدمها النادي الاهلي بالظبط من انشطه رياضيه من انشطه ثقافيه من انشطه واتيفر الانشطه ايه. تمام. ولكن انا ليا الحق ان انا استخدم هذه الانشطه وان انا يكون ليا صوت. الله ينور حضرتك. طيب بص بقى يا فندم عشان نخش على الارض الواقع. في الظهور عملوا اعلان للجمعيه العموميه من 3 اسابيع. وتفتق ذهن الساده اعضاء مجلس الاداره ولا المدير ولا المسؤول الله اعلم. وقام عامل لاعضاء الاصل فقط. منع هنا عضو الفرع من حضور الجمعيه العموميه. انا بحكي اهو عشان الناس كلها سامعاني وبنحكي بالراحه. انا سالتهم سؤال واحد مهم جدا، من شهر 3 وقت انت ما نفذت الحكم ودخلتهم الى يومنا هذا هل جد جديد؟ هل صدر قرار وزاري يلغي؟ هل جالك حاجه ما تمنع دخولهم؟ مفيش. طب انت بتمنعهم دلوقتي على اساس ايه؟ فالساده اعضاء المديريه، السيد مدير المديريه بقى الجواب جميل. على الهوا اهو عشان ما حدش يقول ما معناش ورق، على الهوا اهو. بيقول يا فندم رئيس مجلس الاداره لقى قصه متفاقمه، قال لك انا هخاطب المديرين. هديها لايه؟ بخاطب المديرين. فالمديريه ردت بتاريخ كام يا استاذ محمد؟ 26/7 عشان سياده الوزير بيقول ده جواب 2016 لا 2017. طالع من المديريه بيقول له يا فندم بالاشاره لكتاب سيادتكم بشأن موافاتنا بالرأي القانوني حيال حكم محكمة القضاء الإداري في أحقية أعضاء فرع النادي بالتجمع الخامس حضور الجمعية العمومية. نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه يجب الالتزام بما جاء بحكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن بالسماح للسادة أعضاء فرع التجمع عضو كعضو جمعية عمومية للنادي حال ما إذا لم يكن النادي قد أقام استشكال. الاشكال خلص وترفض الاشكال. هي دي طالعه منين يا فندم بس؟ من المديريه وهي مديريه الشباب والرياضه. الشباب والرياضه 27 7 اللي دلوقتي الوزاره بتقول في مداخله امبارح يا استاذ محمد سياده الوزير قال مفيش جوابات ثلاثه. انا بعت دي للاستاذ بليغ ابو عايد على الهوا. وطلعت. قالوا 2016 قالوا 2017. طيب المديريه بعد ما طلعت الكلام ده ما اعرفش حد قرص ودنه ولا قال له انت عملت كده ليه؟ قال لك الحق نفسي. طب الحق نفسي انا من ايه؟ قام بيطلع جواب زي عدمه. قال له ايه؟ في الجواب بقى اللي زي عدمه، قال له عشان اقول لك ان كل واحد في البلد دي بيعزف منفردا منفردا كلنا في جزر متناثره. انت طلعت الجواب يا استاذ سويلم والاداره القانونيه بتاعتك والجواب اهو اهو وانا هدي لك الجواب ده بنزله على الهواء. قام بعت جواب تاني في 29/7 بعدها بيومين. قال ايه؟ الحق الاقتراض الموجه لسيادتكم في 26/7 اعترف بيها اهو المتضمن ضروره الالتزام بحكم محكمه القضاء الاداري الصادر بالسماح للساده اعضاء فرع التجمع بحضور اجتماع جمعيه عموميه حال اذا ممكن ننقش استشكال وتم قبوله في هذا الخصوص وذلك ردا على خطاب سيادتكم بطلب الاستفسار القانوني. يعني انا بعت لك عشان انت بعت تسالني وانا رديت عليك لحد كده تمام. فان الامر قد تطلب إحاطة سيادتكم أن رأي المديرية في هذا الشأن في ضوء ما ارتأته من ضرورة احترام أحكام القضاء والالتزام بها. تعظيم سلامة يا أستاذ سوينا. ولا خل بذلك.
هتبقى السطر اللي ورا بقى ده بأن مجلس إدارة النادي هو المسؤول مسؤولية كاملة في تفسير وتنفيذ الحكم المشار إليه طبقا لمنطوقه وذلك في إطار مسؤوليته الضمانية عن كافة أعمال النادي وفي مصدره وفي إطار تعليمات اللجنة الأولمبية في ضوء اختصاصاتها المنوط بها في ضوء أحكام القانون سلف الذكر. السؤال الأولاني هنا يا أستاذ سويلم، ما هي اختصاصات اللي القانون ذكرها للجنة الأولمبية؟ أنت النهارده بتقول نفس حكم المحكمة، بترجع في كلامك عند ليه؟ بتقول للمجلس إدارة خلي بالك أنت تنفذه معرفتك، يعني إيه معرفتك؟ لا ما هو ممكن يكون بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة نادي أو أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزهور ممكن يكون مش إدارة المال العام. بس بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية بتاعته إدارة المال العام. خد التالتة بقى قبل ما نخش في الأهلي. راح السيد رئيس مجلس الإدارة بقدرة قادر على اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية عملت إيه؟ قالت له بالإشارة كتابكم رقم واحد بتاريخ 1/8، خلي بالك ده 1/8 وطلع الجواب في 1/8 سريع السريع إكس بشأن الاستفسار على المادة الخاصة بحضور أعضاء الفروع للجمعية العمومية الخاصة باعتماد لائحة النظام الأساسي. نفيد سيادتكم بأن عضوية الفرع تقتصر صلاحياته على ارتياد واستخدام منشآت ومرفق هذا الفرع ومشاركته في أنشطته، ولا يحق لعضو الفرع حضور اجتماعات الجمعية العمومية. أنا بقول للسيد المستشار رئيس الدائرة اللي أصدر الحكم أن هناك هيئة ما بتقلل من شأن الحكم. دي جريمة في حد ذاتها. أنت لست الجهة المنوط بتنفيذ الحكم الهيئة الأولمبية ولا تملك أنك أنت تقلل من شأن الحكم تقول له النهارده ما تنفذوش. أي منطق في الدنيا يقول الكلام ده والخطابات اللي طالعة دي. أدي موضوع نادي الزهور وأنا بقوله لك توقع مفاجآت جاية في القضاء الإداري قريب جدا في خلال 3-4 أيام إن هم بيجبروا الناس عشان يروحوا القضاء الإداري. تعالى بقى للنادي الأهلي فرع الشيخ زايد. خليك معايا بقى أنا عشان معاك دلوقتي بتاع الشيخ زايد أهو. أنا بحاول يعني أنا برضو دي أكون رؤية بدي وأحاول أفهم ولحد دلوقتي أنا مش قادر أفهم ليه اللغط. طب ليه خد المشاكل استاذ محمد ليه عدم المنطقيه؟ الجواب ده طالع من المديريه ممضي من الاستاذ محمد سويلم مديريه شباب القاهره بيقول ايه؟ بيخاطب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ايمان ان الانذار الوارد الينا والمرفق طيه صوره الصيغه التنفيذيه للحكم في الدعوه كذا المقدمه من السيد وائل عوض واخرين ضد السيد وزير الرياضه يرجى من سيادتكم بعد الاطلاع على صوره الصيغه التنفيذيه للحكم في الدعوه سالفه الذكر يرجى التكرم بتنفيذ ما ورد بمنطوق الحكم. يعني المديريه بتقول لك النادي الاهلي نفذ الحكم. طب ايه اللي حصل تاني؟ يطلع النهارده جواب تاني من الاولمبيه يقول له ما تنفذش. طب انا بقى كمواطن اسمع كلام مين؟ ادي المديريه هي وجوابها اهو. اهو. طب الحل؟ يطلع جواب تاني من الاولمبيه برضه للاهلي ما تنفذش. طب انت مين اللي بيخلق هنا بقى المشكله؟ احنا بنقول كلنا طرف واحد. طب قانونا بقى بالراحه كده انت بتقول لي طب استاذ طلال اللي انا حاسه وده احساس ورؤيه ان وزاره شباب الرياضه مصدره اللجنه الاولمبيه في التعامل. ده قانون اللي ادى الحق ده اللجنه الاولمبيه مش وزاره. انا لما كان الوزير قلت له كده في البرلمان قلت له انت جاي تناقش اللائحه ليه؟ سيادتك مش شعبيه اللي حطها يجي يناقشها. قال انا شاركت فيها، قلت له كان بودي ان الساده اعضاء اللجنه بقى يجوا، ما حدش جه. طب نمسك موضوع الفرع ونخلصه. النهارده الموقف بقى اصبح زي ما انا شرحته لك كده يا استاذ محمد. طب هتعمل ايه؟ هتدخل الشيخ زايد ولا ما تدخلش الشيخ زايد؟ هيدخل التجمع ولا مش هيدخل التجمع؟ هنروح تاني للقضاء الاداري. الوزير امبارح قال حته جميله قوي وانا بقولها على الهوا برضه. قال انا كجهه اداريه المنوط على تنفيذ احكام هذا القانون. طب انا هرجع عليك وهقول لك ان حكم محكمه صدر قبل الغاء القانون القديم في غضون وجود القانون القديم وانت المنوط بتنفيذه ولازم تنفيذ الحكم. مفيش حاجه يا سياده الوزير اسمها استحاله تنفيذ حكم، ان الحكم صدر قبل هذا القانون ولا بيستند على القانون الجديد. طب احنا بنخلق قضيه بنخلق مشاكل دون اي سبب منطقي. طب استاذ طلال انا دلوقتي كنادي اهلي استلمت جواب من اللجنه الاولمبيه بتقول ان تكون الدعوه الجمعيه العموميه في المقر الرئيسي للنادي دون غيره وان يكون الانعقاد في يوم واحد. هل ده جواب
على النادي الاهلي الالتزام به قانونا؟ اقول لك ايه، بص يا بيه، انا قلت في الاول ان اللجنه الاولمبيه ما لهاش غير صلاحيتين لحد ما تنعقد الجمعيه العموميه، اكتمل انصابها ما اكتملش انصابها لمثل الارشاديه احنا تبعها، قبل كده لا ما لهاش. حد يطلع على مين القانون يقول ان الاجراءات بتاع عقد الجمعيه العموميه من صلاحيات اللجنه الاولمبيه؟ حد يقولها لي، مكتوبه فين؟ انت عندك حاجه بتقول الكلام ده؟ حد يطلع يقول لي ايماء الى الماده كذا في القانون كذا انا من حق اديك الصلاحيه؟ ما عندوش الكلام ده. طب انت بتدي الكلام ده على اساس ايه؟ ده تنظيم للعمليه الاجرائيه بتاع عقد الجمعيه العموميه، بيقول ايه؟ الاحكام الماده الرابعه من مواد اصدار القانون رقم 71 ل 2017 باصدار قانون الرياضه حيث اهابت اللجنه فيه بالانديه الرياضيه. حلو قوي دي واحده بقى، خليك معايا، احنا معانا القانون، فين القانون؟ اهو هو مستند هنا لايه؟ انا احب قوي اللي يديله بق كده ويجري. لا تعالى يا احكام الماده الرابعه. الماده الرابعه بتقول ايه؟ تضع اللجنه الاولمبيه لائحه استرشاديه للنظم الاساسيه للهيئات الرياضيه تقوم بارسالها لتلك الهيئات. هل دي لها علاقه انك تنظم لي؟ لحد دلوقتي لا. معايا كده؟ خدني بالراحه. مفيش اي توضيح انها التنظيم من جهته هو. خدني بالراحه. لا يوجد اي توضيح. تعال نكمل بقيه الماده بتقول ايه؟ وتعقد الجمعيات العموميه للهيئات الرياضيه اجتماعا خاصا خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الاساسيه. لحد كده في حاجه اللجنه الاولمبيه؟ وتحدد اللجنه الاولمبيه النصاب اللازم لانعقادها. النصاب اللازم لانعقادها. واذا انتهت المده ولم تجتمع انت خدت الاسترشاديه. ايه بقى اللي هنا؟ ان انت بتقول عليه ايماء للماده الرابعه يديك هذه الصلاحيه. انا قريت لك الماده الرابعه عشان انا حاطها. اطلع قول ايه هي. هذه الماده الرابعه قريتها لك بالقانون ما تدركش هذه الصلاحيه. انت بتدعي هنا بتقول ايماء للماده الرابعه. طيب الماده الرابعه انا قريتها لك. جبت الصلاحيه دي منين؟ نقف هنا بقى الوقف. اذا كان هذه الصلاحيه مش من حق اللجنه الاولمبيه يبقى انا مش معتد بيها. حد يطلع يقول لنا جاب الصلاحيه منين؟ ويا ريت حد يطلع يوضح بشكل يكون فيه منطقيه ويكون فيه يعني حاجات فعلا اسس وبنود. احنا لحد دلوقتي بنسترشد من قانون الرياضه نفسه. انا جبت لك الماده من قانون الرياضه نفسه وحتى الان مش لاقيين. انا قريتها لك اللي هو مستند عليها هذا البيان بتاعه بيقول لك اعمالا لاحكام الماده الرابعه. هو يعني اصعب حاجه في الدنيا انك تستهين بدماغنا. لا احنا بنفكر كويس، ما تديليش عنوانه وتجري وتقول لي انا مش هقراه، لا انا هجيبه. هو انا قريتها لك على الهوا اهو. حد يقول الماده الرابعه علاقتها ايه بالاجراءات؟ هنلاقي رد تاني يا استاذ طلال. استاذ طلال دائما الوقت لا يسعفنا، ولكن اكيد هيبقى في لقاءات اخرى لان دائما الاحداث تتوالى وردود الافعال تتوالى. الموضوع اصبح شائك وهو اسهل من السهوله، خاصه ان في مواد في القانون وفي مواد في الدستور بتفيد لما يريده النادي الاهلي حتى الان. انا بس عايز اقول لك ثلاث نقط اربعه خمسه بسرعه سريع عناوين كده بقى يعني عناوين. طب سريع، فين اللائحه بتاع اللجنه البارالمبيه وكيف تم اعدادها؟ وهل هناك جمعيه عموميه ليها ولا لا؟ وعرضت على جمعيه عموميه ولا لا؟ وانعقدت جمعيه عموميه ولا لا؟ واحد. اثنين، في لائحه انديه الشركات، هل هناك كما قيل في اليوم السابع ان في لائحه خاصه للجيش والشرطه؟ طيب انا بقول في عناوين كتير قوي جوه اللائحه بداخلها الناس لو عرفتها والله العظيم والله. طب انا هقول لك اخر حاجه سريعا بس عشان الماده 44 ملك كتابه وكابتن باشمهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي يعني لازم يبدو وقتهم. الماده دي ضد الميثاق الاولمبي. اذا امتنع مجلس اداره النادي عن تنفيذ حكم المحكمه او قرار بتاع مجلس التحكيم يعد منحلا. طب ما في درجه ثانيه اسمها المحكمه الرياضيه الدوليه ودي الميثاق الاولمبي اللي قال عليها. استاذ طلال اشكر حضرتك شكرا جزيلا وكنت سعيد بوجود حضرتك معايا وان شاء الله يكون في تواصل اكتر ونكون وضحنا. بشكر حضراتكم وان شاء الله ملفاتنا مستمره في استاد الاهلي وايضا هكون تغطيه اكثر لطبعا كل ما يخص النادي الاهلي من الناحيه القانونيه في اللائحه الاسترشاديه. في النهايه التحية موصولة لكل الأهلوية عبر الأثير وإن شاء الله نتواصل مع حضراتكم في حلقات أخرى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.